بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيشرفني إن أنا أكون موجود معاكم دكتور محمد البهي من إيمرج أفريقيا بالعربي. أهلا بيكم جميعا في ورشة جديدة من ورش إيمرج أفريقيا بالعربي. بيشرفني النهاردة وجود حضراتكم، وبيشرفني النهاردة أكتر وأكتر كمان وجود الدكتورة رشا أحمد محمد هريدي. دكتورة رشا من الشباب الواعد والمتخصص جدا في مجال تكنولوجيا التعليم على المستوى الداخلي في مصر وعلى المستوى الخارجي في العالم العربي. وانا ليا الشرف ان انا اعرف دكتور رشا جدا في مجال التخصص. دكتور رشا حاصله على دكتوراه في مجال تكنولوجيا التعليم من جامعه القاهره، وهي بتشغل مناصب متعدده في مجال تكنولوجيا التعليم، من اهمها ان هي بتعمل كمحاضر بالاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكمان هي مستشاره في مجال التعليم الالكتروني في عدد من المؤسسات التعليميه، ومدربه معتمده بمراكز مراكز متعدده منها داخل مصر وخارج مصر، ومن أهمها مثلا في مصر جامعة عين شمس. الدكتورة رشا إن شاء الله النهاردة هتكون معانا وهتتكلم في مجال مهم جدا، وهو يعتبر من يعني من أهم النقط الرئيسية خلال الكوفيد اللي إحنا عايشين فيه، إزاي إن إحنا نتعرف إزاي على الاستراتيجيات التعليمية في بيئات التعليم الإلكتروني عشان نطور العملية التعليمية وعشان نحسن العملية التعليمية. ده عشان إحنا تحولنا من الطريقة التقليدية للطريقة الإلكترونية، وده مهم جدا لكل المعلمين وكل اعضاء التدريس. بيشرفني ان انا يعني يكون الدكتور رشا موجوده معانا، ويا رب ان شاء الله تكون ورشه جميله جدا. واهلا بيكم، ويعني دكتور رشا شرفتينا، وشكرا ليك على مفيدك ان انت تطوعي معانا في مجال تكنولوجيا التعليم في ورشه مجانيه لكل الناس. اشكرك وجودك مع حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا في البدايه بشكر دكتور محمد البهي. دكتور محمد من الناس اللي لها باع في تكنولوجيا التعليم داخل جمهوريه مصر العربيه، ومن اكثر الناس حرصها على هذا المجال. طبعا شرف ليا ان انا انضم لهذه المبادره، ويا ريت نقدر اكثر واكثر، لان هدفنا هو نشر ثقافه التعليم الالكتروني داخل جمهوريه مصر العربيه والوطن العربي جميعا. برحب بحضراتكم مره ثانيه، وسعيده جدا ان انا يعني استقطعت من وقت حضراتكم وقت، ويعني قدرت ان احنا نسمع وان نلتقي بحضراتكم في هذه الورشه اللي هي باسم استراتيجيات التدريس الالكتروني او انستراكشر استراتيجيز. وهي انا بصراحه قعدت يعني في البدايه، انا طبعا هعرفكم يعني تعريفه بسيطه او يعني جاست كده ريزيوم بسيط عني. أنا محاضر في أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في جمهورية مصر العربية، وأيضا في محاضر أيضا في الإمارات، وعضو هيئة التدريس في كثير من يعني محاضر في كثير من المؤسسات التعليمية داخل مصر، منها الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة تبع وزارة الإنتاج الحربي، وكذلك كنت مدرس في جامعة القاهرة و مدرب في جامعة عين شمس مركز تعليم الكبار، ومدرب في مركز القيادات وأعضاء التدريس في جامعة القاهرة FLTC، وكذلك في جامعة الأزهر والعديد من الجامعات، وبالأكاديمية المهنية للمعلم. بمعنى يعني أنا طبعا سعيدة جدا طبعا إن أنا أول ما الدكتور محمد قال نبتدي ونعمل ورشة، صراحة بدأت أحط بعض الحاجات وقاعدة محتارة هشتغل إيه. يعني أنا عايزة أدي كل حاجة وعايزة أعمل أي حاجة، ونفسي أدي ونبتدي ورشة جديدة. فبداية بس قبل ما نبتدي وأبدأ أكلمكم على موضوع الورشة، أنا هحط كود أوف كونتاكت بسيط لهذه الورشة. واسمحوا لي بقى، احنا في الاول حاطه من حضراتكم غلق المايكس لو في مايك مفتوح لحضراتكم. نقطه تانية الساوند، لان في بيحصل اوفرلاب او بنبقى في الصوت مش مسموع لدى البعض، وبستاذن برضو حضراتكم ان شاء الله هيبقى في مناقشه وهنتناقش مع بعض جميعا، لان هو مش تدريب ولا هي محاضره قد ما احنا بنتبادل الخبرات. في اوبشن ريز يور هاند داخل الابلكيشن اللي احنا بنبث عليه، فاتمنى للمشاركه رفع هذا اليد. بصراحة أنا أول ما قال لي الدكتور محمد قلت له خلاص أوكي، أنا يعني أتمنى طبعا شرف ليا إن إحنا نكون بإذن الله نلتحق. بعتذر لحضراتكم دي أول بنعتذر لحضراتكم دي بس بالظبط، والدكتورة رشا إن شاء الله تكون موجودة معانا. خلاص تمام، الدكتورة رشا معاكم المايك. دكتورة رشا أنا آسفة. فبدات قلت طب هبتدي بايه، انا عايزه ادي كل حاجه. فقلت انا هبتدي باكتر حاجه ومشكله بدانا نواجهها في بعد ما حصل فيروس كورونا.
وقال ان احنا بدانا نتجه بنفس الاستراتيجيز بتاعتنا ان احنا بندرس بيها في الفيس تو فيس او تراديشنال، بدانا نطبقها في النمط الجديد والحياه الجديده بعد فيروس كورونا. والطلبه بتقول احنا مش فاهمين، واعضاء التدريس والمعلمين احنا بننبذل اقصى جهدنا. طب ايه هي المشكله؟ فين المشكله؟ تعالوا حضراتكم نقول ايه هي سبب المشكله، وده اللي خلاني اعمل النهارده برزنتيشن بسيط واقول قد تكون تنفع وقد تكون بدايه لحضراتكم. النهارده في اخر اليوم بتاعنا عايزين نعرف او ديفاين يعني ايه كلمه instructional strategy، يعني ايه استراتيجيه تدريس، وازاي انا هبدا اعمل استراتيجيه تدريس داخل بيئه التعلم الالكتروني. وعايزين نفرق ما بين حاجتين، لان كل بدا يقول لك استراتيجيه تدريس، طب انا هستخدم نموذج ادي اوكي يعني طب ايه علاقه ده بده؟ طب تعالوا نشوف ايه هو اساسا، ايه هو الانستراكشر موديل او هي نماذج التصميم التعليم، وايه هي الاستراتيجيه؟ هل في فرق؟ هل ده ليه وظيفه ودي ليه وظيفه؟ طب هي في استراتيجيات اوكي، طب انهي استراتيجيه وازاي اطبقها في ظل الابلكيشنز البسيطه اللي ممكن تبقى مع المعلم اللي هي تبقى فور فري. خلي بال حضراتكم في تطبيقات بتحتاج برضو ان هي تبقى على منصات، فهناخد بعض الابلكيشن اللي هي بايت مدفوعه وفي حاجات بايت حاجات فري، عايزين نستخدم ده اثناء التدريس. وهسال سؤال كده بسيط في الاخر، هو فعلا في رايت انستراكشر استراتيجي؟ هل فعلا في استراتيجيه تدريس الكتروني صحيحه للكل مناسبه، وهل ليها اعتبارات؟ هنتكلم في هذا الموضوع. اعتقد النهارده في نهايه الورشه هناخد بعض الاجزاء اللي احنا ممكن قد تفيد حضراتكم اثناء التدريس. اول ما حصل فيروس كورونا بدا الكل حصل له بانيك، كله حصل له اندهاش، يا جماعه فيروس كورونا، طب احنا هننقل، طب انا هبعت الماتيريال ويز فويس، طب انا هعمل ايه، طب في انا هستخدم ريموتنج، انا هستخدم ديستنس، انا هستخدم اونلاين. لقينا مصطلحات غريبه جدا، طب انا بعمل ايه او ايه اللي انا هستخدمه، او انا كمعلم وانا النهارده هتكلم مش من وجهه نظر خبيره، انا او انا بدرس تعليم الكتروني، انا هتكلم من وجهه نظر كمعلم لسه هبتدي في هذا المجال. فقلنا هنتوجه للتعليم الالكتروني، كله قال لك انا بستخدم اي ليرنينج. طب هو الاي ليرنينج عباره عن ايه؟ وات از اي ليرنينج؟ يعني الديفينيشن اوف اي ليرنينج معناه ايه بالظبط؟ هل هو فعلا اونلاين كورس فقط؟ هل هي محاضرات اونلاين؟ وده كان سؤال مهم جدا، وقعدت اسال طب هو فعلا هو جاست الاي ليرنينج اونلاين، يعني احنا استخدمناه بس عشان فيروس كورونا، عشان حصل فيروس كورونا فكلنا روحنا للاي ليرنينج، ولا كان موجود قبل كده؟ طبعا حضراتكم اساتذتنا الاي ليرنينج موجود ليه يعني هيستوري كبير جدا وهنقدر نتعرض ليه، لكن الاي ليرنينج ببساطه يعني تو فاسيليتيت الموضوع، يعني او ان احنا نعمل نفسر او يعني نسهل المفهوم، هي اي ديجيتال تولز فور تيتشينج اند ليرنينج، يعني اي اداه رقميه حضرتك هتستخدمها والتكنولوجي دي فاسيليتيت ليرنينج بروسيس، ده اسمه اي ليرنينج. بمعنى انا اي وسيله تعليميه تكنولوجيه هتبدا تسهل وتيسر للمتعلم الخبره التعليميه، ده اسمه اي ليرنينج. يعني ممكن قد يعني كان ممكن انا استخدمه ان كلاس روم سيتنج، يعني في الفصل العادي، اه طبعا عادي جدا انا ممكن استخدم اي ليرنينج، بدليل عندنا حضراتكم كان في مودلز رهيب جدا حصل، وكان كذا نموذج كتير جدا من الطلبه معاها الايباد تبعت لهم اي كويتشن وانت حضرتك داخل الكلاس روم نفسه، مفيش اي مشكله. مش لازم ان انا اكون الطالب انا هو ان ديستنس او ان احنا بعاد، لا انا ممكن استخدم الاي ليرنينج واخلي العمليه التعليميه عندي والخبره التعليميه تتنقل بشكل افضل. طيب وممكن يكون اونلاين، ميبي يكون فعلا اونلاين، ممكن الاي ليرنينج اونلاين عن طريق الاي نتورك او عن طريق الشبكات. فبدا كنا بنبعت الكورسز بتاعتنا، الكورس بتاعتنا بتتعمل على اونلاين، بيبدا الستودنتس تيك الكورس فروم تيتشرز، بيحصل فيها انتر اكشن، بيبدا يعمل داونلود، يعمل اكسس على الكونتنت اند سو اون. فبالتالي بدات الكورسات تبقى موجوده. فلما بدانا نعمل كورسات وبدات الموضوع ده موجود قبل بقى فيروس كورونا وقبل الكلام ده كله، في جامعات كتيره جدا كان عندهم كورسات اونلاين موجوده وعاملين فعلا هذا الكونسبت، عاملين كورسات موجوده. كان في مين اللي بيعمل هذا ده؟ او بعمل الكورس الاونلاين بناء على ايه؟ هل انا مثلا باجي احط ماتيريال، ادي الماتيريال، ادي الباوربوينت ونعمله ونبدا هو ده اللي هنشتغل عليه على الماتيريال؟ لا، ما كناش بنشتغل كده، كنا بنشتغل ببساطه، وبحكي لحضراتكم ببساطه، كنا بنشتغل على حاجه بعض النموذج او نموذج معين بنشتغل عليه، حاجه اسمها اللي هو انستراكشر ديزاين موديل او اي دي. طب يعني ايه انستراكشر ديزاين موديل؟
ببساطه شديده جدا. احنا النهارده انا عايزه كانت المحاضره يعني عايزينها تبقى سو سامبل للجميع. الاستراكشر ديزاين موديل هو نموذج التصميم التعليمي ببساطه. لو جينا حطيناه في بعض من السطور انا بحط جايد لاين بالنسبه لي عشان تساعد شخص اسمه استراكشر ديزاينر اللي هو المصمم التعليمي. المصمم التعليمي ده بيبدا يحط يعمل كده ستوري بورد، يبدا يشتغل ويبدا يعمل ستوري بورد، يعمل استراكشر للكورس بتاعي بمساعده طبعا الدكتور بتاع الماده، ونبدا نحط ايه هي اللي هنبدا نشتغل عليه او كمودلز نبدا نشتغل عليه. ونبدا ده مش طبعا بيكون وفق مودلز كتيره او وفق نماذج كتيره، في نماذج طبعا ادي اند يعني في نماذج كتيره مشهوره، ولكن هو اشهر نموذج عندنا بنعتمد عليه في تكنولوجيا التعليم حاجه اسمها ادي. طب هو ادي ده عباره عن ايه او هذا المودل ده عباره عن ايه؟ ادي از فايف ستيج، عندي خمس مراحل. يعني كل ستيج وزي ما انتم شايفين حضراتكم هي سيركل متكامله. يعني ايه سيركل متكامله او منظومه متكامله؟ يعني معناها ان هي بترجع ان ذا سيم بتلف، ولو كل ستيج بتيجي للستيج اللي بعدها وابدا عمليه دايما فيها حته ايفالويشن لكل مرحله، يعني عمليه تقييم للاوت كام بتاع كل مرحله داخل المرحله. طب ايه هي المراحل بتاعه الادي؟ ادي نمبر 1 بنبتدي بحاجه اسمها نيد اناليسيس. نيد اناليسيس ده مين؟ ان انا بعمل تحليل احتياجات. انا ككورس اونلاين بعمل تحليل احتياجات، ايه ده هو انا الكورس اونلاين انا محتاج اعمل نيد اناليسيس؟ يس. ليه؟ انا محتاج انا هعمل الكورس ده لمين؟ وايه هي الجولز بتاعتي؟ وايه الماتيريال بتاعتي؟ بنعمل تحليل احتياجات لكل ما نريد عليه. بعد كده نبدا نشوف البارتيسيبنتس بتوعنا، الفئه المستهدفه التارجت جروب بتاعي مين. بنعمل كمان كونتنت اناليسيس، ودي نقطه مهمه جدا لان الكونتنت اناليسيس تحليل المحتوى ده هو القضيه الحاليه اللي احنا كلنا بنتكلم عنها وان احنا نبدا نشوف فيها. طب هو الكونتنت اناليسيس مهم ليه؟ حضرتك لما بنعمل كونتنت اناليسيس احنا بنعمل تحليل للمحتوى، بنبدا نعمل تحليل لحاجه اسمها الليرنينج اوبجكت بعد كده وهنتكلم عنها في مرحله، وكل محتوى ابدا اعمله تحليل وابدا اعمل تحليل للايه للاهداف. بحط اهدافي. طب ايه الليرنينج اوبجكت؟ هدفي انا الطالب المفروض مني في الكورس ده يطلع يعمل ايه؟ انا مثلا بدي ويب ديزاين، انا بدي تصميم مواقع، فانا عايزه ان الطالب عندي ان هو تو ديزاين ويب ديزاين، ان هو يعمل موقع في الاخر برودكت مني، هدف ان هو هيصمم الموقع بتاعي، او ان هو مثلا يعرف ديفاين الفرق ما بين اليو اكس واليو اي واليو اي، يعني اللي هي اليوزر اكشن واليوزر اكسبيرينس واليوزر انترفيس. انا ده الهدف، ده هدف انا عايزه احققه. الهدف ده هيتحقق ازاي؟ فلازم احط اهدافي. انا مثلا كمدرس ماس عايز ايه؟ يعرف الجمع، يبدا يفرق ما بين هذه العمليات، ببدا احط الليرنينج اوبجكت بتاعتي. حطيت الليرنينج اوبجكت، طب انا هوصل ازاي بقى؟ هي دي النقطه، ازاي انا بقى الانستراكشر استراتيجي، ازاي انا هوصل الاهداف اللي انا حطيتها دي كلها للمتعلم عندي؟ ده ذا مين امبورتنس، او يعني فيري فيري امبورتنس بوينتس اللي احنا نتكلم عنها. طيب والله انا في هدف انا حملته هدف معرفي، هدف اهداف معرفيه، اهداف طبعا وجدانيه، اهداف مهاريه. والله انا في هدف انا حطيته في الليرنينج اوبجكتيف ان انا مثلا لو احنا مثلا اطباء مثلا ان الهدف ان هو يتعرف مثلا على علم التشريح. في هدف عندي يعني ازاي يشرح او ان هو يبدا يمسك الاله ويبدا يعمل هاندز اون، يعني حاجه يعني حاجه مهاريه. انا بدات احط كل الهدف وبدات احط الليفلز بتاعه اند سو اون. هبدا اشوف وسائل التقويم بتاعتي. هنبدا نشوف بعد كده اعمل ديفلوبمنت، انا حطيت كل الماتيريال وبدات احط الكونتنت، احط هنا باوربوينت، هنا بي دي اف، هنا فيديوز اند سو اون، وبعد بعد كده ستوري بورد اند سو اون. بعد كده بعمل كورس بنعمل الكورس يبدا موجود عندي. وابدا بعد كده امبلمنتيشن. الامبلمنتيشن ان انا انفذ هذا الكورس، بعمله مثلا ابلود، بعمله انستول على البلاتفورم اللي انا بشتغل عليها، بيبدا امبلمنتيشن اطبق اللي انا عملته ده فعلا اطبقه داخل الكورس. يعني انا الامبلمنتيشن فرق ما بينها وبين الديفلوب حاجه مهمه جدا انا لازم اقولها لحضراتكم. انا في الديفلوبمنت انا بعمل كل الكورس بتاعي عملت له ابلود، مجرد ما انا بدات انا كرشه بدات اجل الكورس معايا مثلا في الفول سمستر، ده اسمه امبلمنتيشن، انا بدات اطبقه فعلا داخل الايه الكورس بتاعي. ببدا بقى اشوف المشاركات بتاعتي، بنبدا اشتغل كل الكورس بتاعي، ببدا ان انا مانج الليرن اكتيفيتيز بتاعت كل الطلبه، الطلب لو عنده فيدباك اند سو اون. بعد كده ليتر اون بنعمل ايفالويشن، تقييم. الايفالويشنز
ده بري بوست طبعا، نبدا نشوف السيستم كان عامل ازاي، السيرفي الموضوع كان ماشي ازاي، اي مرحله ما كانتش واصله كويسه، هل مثلا كانت البلاتفورم بتاعتي كانت بتقع، هل يعني وات ايفر، بنعمل سيرفيز كتيره جدا وبنشوف حاجه اسمها يوزابيلتي سيرفي. فكل ده بنبدا نتجه اليه. طيب احنا بعد كده ما بنعمل هذا كده، ده اسمه ادي موديل. بعض اعضاء التدريس وبعض المدرسين، ايه ده، هو انا هعمل كل ده؟ هو انا يعني انا كمعلم المفروض اعمل كل ده وانا اعمل على البورد وانا اللي اعمل نيد اناليسيس؟ مين بداوا يعملهم، حصل له عمليه بانيك وبدا يقول لا ده التعليم الالكتروني ده صعب قوي، والاي ليرنينج ده صعب جدا، انا مش هشتغل لان عشان امشي كل البروسيجرز دي انا صعب جدا، انا مش انا ما عنديش مور اكسبيرينس ان انا اطبقها. طب احنا المفروض نعمل ايه؟ انا كمعلم او عضو هيئه التدريس، انا محتاجه اركز جدا او ابص انا كرشا او كحضراتكم دكتور محمد دكتور علي وات ايفر، احنا عايزين نبص على ازاي انا ادرس وازاي انا اوصل وادير انا عمليه التعلم. فعايز اعرف يعني ايه انستراكشر استراتيجي. الانستراكشر استراتيجي الاساسيه هي اكشن بلان، انا بعمل اكشن بلان، بعمل كده بلان كده في دماغي، ابدا احط انا عايز اوصل لتاسك معين، اشوف الابروتش بتاعي تو اتشيف ليرنينج اوبجيكتيف اوف كورس، انا عايزه ازاي اوصل للمعلومه دول للطلبه، ازاي اخليهم يعرفوا رايتنج مثلا، ازاي يعرفوا ان هم يتعلموا الفروق ما بين مثلا انواع التعليم المختلفه، التعليم الالكتروني، التعليم الفيس تو فيس، البلاند ليرنينج اند سو اون. فانا عايزه اوصل لهم ازاي، هوصل في النهايه للكلام ده، ايه هي الاستراتيجي اللي انا هعملها. طب ببساطه كده اذا ذا هاي ليفل بلان او هاو تو، يعني ببساطه كده هو حاجه بسيطه كده، تعريف بسيط، انا بحط ايه هاي ليفل plan of how subject must be taught، ازاي انا هدرس هذه الماده، ازاي انا هتعامل مع هذه الماده. طب الاستراتيجي دي بتاعتي هاخد فيها بعض الاعتبارات اكيد هنتكلم عنها، the goals, the resources, the techniques, the device to achieve this goal. يعني ايه؟ يعني انا هدرس اونلاين. بعد ما انا هدرس اونلاين، هل ده لازم هراعي الجولز بتاعتي؟ ايوه هراعي الهدف بتاعي، هراعي الريسورسز الموجوده، يس هراعي الديفايس اند سو اون، هراعي حاجات كتير جدا. يعني معنى كده اللي انا بقول لحضراتكم ايه، ده الاستراكشر ديزاين مختلف شويه في حاجه معينه، ده مختلف عن المودلز، يعني مش لازم انا اعرف اللي هو الاستراكشر موديل ده، فعلا مش لازم اعرف ادي عشان ابدا اشتغل معاه فعلا، لان الاستراكشر ديزاين استراتيجي نوت ذا سيم، مش هي خالص المودلز بتاعتها. طب عملنا كده كومبير بسيط عشان يعني تذكره، انا عندي الاستراكشر ديزاين موديل، هي بحط الجايد لاين اللي المصمم التعليمي هياخدها عشان يصمم الكورس. طب انا كرشا، لا انا محتاجه احنا كمعلمين احنا بنبص على الابروتش تو هاو تيتش السبجكت بتاعتي، وازاي ان الاودينس بتوعي هيتعلموا، وازاي ان انا هبدا ابص واشوف الميثودز بتاعتي والتكنيكس بتاعتي ان انا هستخدم بيها هذا الاوبشنز بتاعتي. طيب الانستراكشر ديزاينز بتاعتي ببساطه شديده استراتيجيات التدريس الالكتروني. الاستراتيجيات بتاعتي الموجوده استراتيجيات، طبعا ده مثل بسيط، دول 7 فقط، بس في استراتيجيات كتيره جدا حضراتكم ممكن نستخدمها. الاستراتيجيه هتتنوع او هتختلف باختلاف طبعا متعلمين، باختلاف موقف تعليمي، عايزه اقدم موقف ايه ام سو. طب انا بقى الاستراتيجيات ازاي اعمل الكترونيك، ازاي اعمل محاضره الكترونيه، ازاي اعمل قائمه على اللعب، ازاي اعمل تعليم مبرمج، ازاي اعمل مناقشات جماعيه، اعمل عصف ذهني الكتروني في ظل انا برنامج واحد معايا بس هو الزوم مثلا. ازاي مثلا؟ ازاي راح اطبق استراتيجيه التدريس الالكترونيه دي وانا ما عنديش بعض الامكانيات، او ما عنديش مثلا مؤسسه مش موفره لي حاجه معينه. ببساطه شديده جدا الاستراتيجيات دي لازم كمعلم اعرف هي هتطبق ازاي، وايه هي التكنيكس بتاعتها، وازاي ابدا اعد لمحاضره مثلا الكترونيه. تعالوا حضراتكم نبتدي باول حاجه، استراتيجيات التدريس الالكتروني. اول حاجه المحاضره الالكترونيه. المحاضره الالكترونيه طبعا كعضو هيئه التدريس او كمعلم بدانا نشتغل، انا والله يوم قالوا لي والله مثلا يعني الدكتوره فاطمه حضرتك هتبداي عندك محاضره بكره، فبدا الدكتوره فاطمه تعمل خلاص انا بكره عندي محاضره، ايه ده هو المفروض هستخدم ايه، انا مش عارفه استخدم اني ابلكيشن. طب هو انا بقى كل التركيز مع حد مثلا انا عايزه استخدم الابلكيشن، وهو فقط بقى تركيز كل المعلمين على الابس. الابس مهم جدا، بس عشان اعمل محاضره انا محتاجه حاجات كتيره جدا. اول حاجه حضرتك هتستخدم فعلا
لازم اكون عارفه الابلكيشن اللي انا هشتغل عليه او الابس اللي هشتغل عليه او الفيرتشوال كلاس روم اللي هشتغل عليه. هشتغل مثلا على زوم ميت، هشتغل على مايكروسوفت تيمز، هشتغل على ويبكس اند سو اون. فهنشتغل على هذه الاستراتيجيات. انا طبعا في تعليقات وفي حاجات، بس انا هستاذن حضراتكم في اخر دكتور رشا، انا متابع التعليقات، لو في اي اسئله انا بحاول اجمعها، ولو في اي حاجه نفتح وقت المناقشه ان شاء الله في نهايه اوكي. المحاضره. انا بس في كان في حد اللغه الانجليزيه اوكي، احنا هنحاول ان احنا هحاول اترجم اكيد ما فيش اي مشكله. بالنسبه للمحاضره الالكتروني او الاي لكتشر بتاعتي، المحاضره انا دلوقتي كل ما اهتمينا انا عايز اعمل محاضره الكترونيه. انا عندي بكره محاضره وهشتغل بكره على المحاضره. طب المحاضره اهم حاجه قولوا لنا الابلكيشن اللي هنشتغل عليه، الفيرتشوال كلاس روم، زوم، طب ووبكس، تيمز اند سو اون. ونسينا اهم حاجه ان المحاضره بيبقى ليها الاستراتيجية. دي محاضره الكترونيه ليها استراتيجيه انا كمعلم المفروض احطها. ما احنا قلنا حضراتكم الاستراتيجيه الاكشن بلان، هي معناها انا بحط بلان، بحط البروسيجرز بتاعتي اللي انا هعرف اوصل بيه للهدف. بحط هدف، وهدف التعليمي موجود كذا، احط اجراءات عشان اوصل لهذا الهدف. طيب هي المحاضره الالكترونيه بعباره عن ايه؟ انا هقدم للطالب ايه؟ هدي له برزنتيشن، هدي له فيديو، هدي له باوربوينت. طب هدي له مثلا عايزه اعلمه في المحاضره الالكترونيه، انا مثلا بشتغل عملي، انا عايزه اعلمه برنامج على الفوتوشوب، على الانستريتور اند سو اون. هعلمه ازاي؟ ده سؤال مهم جدا. ده سؤال مهم، ازاي انا هعلم هذا النمط للطلبه؟ فكل بدا قال لك خلاص انا المحاضره اللي انا بديها كنت بديها في الفصل هي اللي هاخدها اديها، هي بدل ما هي محاضره عاديه هحطها تبقى محاضره ايه؟ الكترونيه. لا ده مش صح. دي اول خطا احنا بنعمله، لان في فرق شديد ما بين المحاضره العاديه والمحاضره الايه كمعلم. انا ما ينفعش انا كرشا اروح اخد نفس المحاضره اللي كنت بديها في الفصل او كنت بديها داخل الجامعه هي اللي هاخدها احطها هي احط نفس الباوربوينت، او ان انا كنت بقعد ان انا افتح لهم الكاميرا واديهم ابدا اتكلم معاهم. لا المحاضره مش كده. اولا حضرتك بتعد باوربوينت عشان تبدا تتكلم عنه، بعدت حاجات كتيره جدا. تعالوا كده ببساطه نعرف انا بعمل ايه، او انا عشان عايز اعمل ده بعمل ايه. اول حاجه عشان اعمل المحاضره الالكترونيه في ثلاث مراحل. مرحله حاجه اسمها قبل المحاضره واثناء وبعد. ايه ده؟ هو انا عشان اعمل محاضره لازم احط 3 ليفلز، لازم احط ثلاث مستويات؟ ايوه. في حاجه اسمها اعداد قبل، يعني ايه؟ قبل المحاضره، والله انا قبل المحاضره انا محتاجه في الاستراتيجيه بتاعتي ان انا ابدا احط اجمع. انا مثلا هبدا اشوف الباوربوينت بتاعي، هبدا اجهزه. انا معايا مثلا عايز احط لهم الفيديو ده، كانوا بيسمعوا معايا وانا في الفصل، كانوا بيسمعوا الشرايط مثلا، واحنا لو بيتعلم لغه فكانوا مثلا بسمعهم بعض الديالوج. لا ده انا كنت مثلا بديهم بعض النماذج. انا ببدا اشوف انا كنت بعمل ايه، وابدا اشوف ايه انا اللي عايز اعرضه. هعرض لهم ملفات صوت، هعمل لهم مالتي ميديا مختلفه، وبعمل كده فولدرز موجود فيه. طيب بعد كده، بعد ما عملت هذا الاعداد اللي هو البري قبل الجلسه، المفروض حضرتك نبدا نشوف هبعت او هعمل الجلسه امتى. بنعمل اللي هي الرابط، او بعمل لو انا هعمل حاجه متزامنه هعمل لهم يو ار ال، ابعت لهم الرابط ليه. والله حضراتكم اهم للطلبه، وطبعا بتعلنوا الطلبه قبلها بوقت. ليه؟ لان اللي بيحصل ودلوقتي في جميع المدارس على فكره، تلاقي فجاه، انا بكلم حضراتكم على خبره، فجاه اللينك اتبعت قبلها بنص مثلا بخمس دقائق او ربع ساعه. ما ينفعش، لازم اللينك يكون قبلها فتره. لو حضرتك بتشتغل كجدول مدرسه، اللينك يبقى ثابت للطالب بحيث ان هو عارف ما يحصلش لخبطه. انا ايه ده؟ هو ده اللينك؟ لا ده مش ده اللينك. يبدا يشوف، لا انا محتاجه في المحاضره، لو انا حضرتك هتثبت يبقى. انا بكلم حضرتك من واقع خبره شايفاها في المدارس وشايفاها في الجامعات. الطلبه بتتلخبط ما بين اللينك مثلا، لو كل شويه بتغير لهم اللينك دي حاجه. النقطه الثانيه، الطالب بيبقى ايه ده دلوقتي؟ طب انا بره. طب لازم يكون عارف قبلها بفتره. بدانا ان احنا نشتغل وبدانا نشوف الجزئيه بتاعتي، او بدات خلاص عملت المحاضره بتاعتي والحمد لله، عملت الماتيريال وبعت لهم الريسورسز بتاعتي.
اول مشكله بتبدا تواجه. انا بكلم حضراتكم بقى دلوقتي بالنسبه للحاجات اللي بدات تواجه بعض المعلمين وبعض اعضاء التدريس. انا خدت الباور بوينت اللي كنت بعرضه هو بالظبط حطيته على الطلبه وبدات اشتغل معاه بزوم. ده مش صح. ليه؟ اول حاجه وبدات اقولها لحضراتكم، جات من بعض المعلمات انا عندي مشكله يا جماعه رهيبه، الا وهي انا ما بعرفش اشير فيديو، انا ما بعرفش استخدم ساوند، انا ببقى حاطه انيميشن والمفروض مثلا ان انا بعرض حاجات معينه او بعرض حاجات بسيكونس معين فانا مش عارفه اعمله، فدي مشكله. طيب هل الابلكيشن مش هتقدر تديني الكلام ده؟ كل الابلكيشن سواء زوم سواء كان تيمز سواء كان بلاك بورد بيدي الاوبشن ده لحضراتكم. يبقى انا لازم، وانا اهو بقى ده كل ده من قبل ما انا داخله ومن قبل انا عملت الماتيريال وجمعت ملفات الصوت ما عملت المالتي ميديا بتاعتي حطيتهم بدات ادي المحاضره عملت اعداد جيد جدا للمحاضره بتاعتي عملت تخطيط جيد للمحاضره والمحاضره الالكترونيه. انا بس بستاذن حضراتكم المايك يا جماعه. لا احنا بس دي واحده بس يا دكتور المايك كله من عندنا. لا اي ثينك ان هو حد فاضل. بدات انا حطيت المراحل بتاعتي، بدات ان انا اعمل تخطيط جيد للمحاضره، خلاص حطيت الصوت حطيت الساوند. انا وانا بعمل اوريدي دكتور رشا اللي موجود قدامنا، دكتور رشا اللي موجود قدامنا هو الشير لسه حضرتك ما اخترتيش اي حاجه من الحاجات اللي موجوده، يعني احنا الشير سكرين اللي موجود مش الباوربوينت لغايه دلوقتي. اوكي طب حضرتك مش تقول يا دكتور؟ ماشي معلش انا بركز معاك، انا فاكر ان حضرتك بتشرح حاجه بس انا مركز حضرتك مش الباوربوينت. طب حضرتك ليه ما قلتش يا دكتور؟ طب just minute. اوكي ولا ده ايوه ما دكتور تشخ؟ كده ولا ما كانش باين؟ لا ده موجود لغايه دلوقتي كده تمام. ده كان كل ده موجود اوكي؟ اوكي حضرتك بقى عملت تاب يعني عملت يعني تغيير شاشات فده اللي حصل يعني اوكي طب كويس اللي دكتور كانت محمد موجوده. انا بشكر حضرتك. فاحنا بدانا نعمل الزوم بتاعنا. اول ما دخلت على الزوم او دخلت على المحاضره وحطيت الماتيريال بتاعتي، الماتيريال بتاعتي اكون عارفه انا هعمل شير لايه. انا عايزه انا حطيت في اهدافي انا بعمل شير، انا عايزه اعلمهم النهارده بعلمهم حاجه عمليه، يعني انا مثلا عايزه مع الطلبه بتوعي اشتغل على ابلكيشن، هعلمهم مثلا داتابيز، عايزه اعلمهم على الفوتوشوب، فبالتالي انا لازم هستخدم سكرين. طب انا عايزه اعرض باوربوينت فهختار زي ما حضراتكم على فكره انا عامله شير سكرين، معلش دكتور محمد دي فعلا شير سكرين اكني داخله بدي محاضره الكترونيه. فانا تمام بدات حضرتك ده بدات ان دي انا عايزه سطر اختار باوربوينت، يبقى انا هختار باوربوينت، يبقى انا اشوف الريسورسز واعرف انا هاب اوبشن فيها ايه اللي بستخدمها. بعض اعضاء التدريس يقول لك طب انا مش لاقيه شير فويس، او ان انا لما بشير فيديو ما بلاقيهوش في الاوبشن ده. حضرتك في هنا في حاجه اسمها شير ساوند، عشان احنا برامج اللي هي الفيرتشوال كلاس روم بتاخد من صوتنا، فلو حضرتك ما عملتش تشيك على اللي هي شير ساوند، لو انت حضرتك بتعرض لهم جزء مثلا من فيديو جزء من لو مثلا حاجه لقطه جزء من مثلا حاطط مقطع صوتي فلازم يسمع الصوت، فكده هو هيشوف حاجه ثابته. ده احد المشاكل اللي بتواجهها واحنا بنشتغل المحاضره. احد المشاكل الثانيه بعض من حضراتكم بيقول لك ايه البلاك بورد، ولو في حضراتكم من دول الخليج البلاك بورد، انا بحط الملف وبلاقي الملف ثابت وانا بشتغل محاضره الكترونيه. فانا يعني انا مشكلتي بقى في المحاضره الالكترونيه اكتر حاجه مضايقاني ان انا كل حاجه ثابته، انا بعرض باور بوينت مفيش فيها اي انيميشن مفيش فيها اي مشكله. ايه ده؟ هو الباوربوينت هو البلاك بورد بيعرض ملفات بس؟ لا، البلاك بورد وانا بختار البلاك بورد لازم انا عامل محاضره، انا حاطه مالتي ميديا، حاطه وسائل تكنولوجيه متعدده، حاطه فيديو، حتى باوربوينت حاطاه ويز انيميشن، عايزه اعلمهم ابلكيشن اند سو اون. فحضرتك وانت بتختار في الباوربوينت وانت بتختار في البلاك بورد اشوف انا عايزه اعمل شير فايل، لو فايل هيبقى ملفات بي دي اف صوره هكذا، انا عايزه لا انا عايزه اعمل ابلكيشن وعايزه يظهر فيديو، يبقى حضرتك بتعمل انتر وتعمل شير الاوديو. عايزه اشرح لهم على حاجه كلاود، يعني ايه كلاود؟ عايزه اشرح لهم على ويندوز، يعني ابلكيشن ويندو اقدر استخدم هذا الاوبشن.
كل ده في المحاضرة، كل ده في المحاضرة. طيب أنا عندي في المحاضرة ببقى ألاقي عندي مشكلة رهيبة جدا، إن أنا وأنا بشتغل في المحاضرة ببقى عايزة أكتب، أنا محتاجة أكتب، يعني مش هقعد أعرض برضه باوربوينت بس، أنا كمدرسة محتاجة أديهم. مثلا أنا لو مدرسة ماس، لو مدرسه ماس حضرتك محتاج ان انت مش هتقول لهم الفاينل ريزلت، هتحط مثلا، في بعض المدرسين بيعرضوها على انها باوربوينت ويعرضوا ستيب 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 ستيب، لا انا عايزه اكتب، عايزه ارسم، اعمل ايه؟ عندنا في وايت بورد موجوده ولازم نستخدمها ونحاول نستخدمها. ذا سيم في التيمز برضو ممكن نقدر نستخدم اللي هو الساوند او كمبيوتر ساوند، ويبدا ان انا اعمل برضو وادخل الساوند وادخل الابلكيشن وادخل وايت بورد اند سو اون. كل دي ابلكيشن بنقدر نستخدمها بس في المحاضره الالكترونيه. فالمحاضره الالكترونيه انا بقدر اعمل تخطيط جيد، لازم اعمل تخطيط جيد للمحاضره، واحط الريسورسز بتاعتي، ابدا اشوف الابلكيشن بتاعي اللي انا بستخدمه واستخدم كل الفيتشر اللي انا اقدر استخدمها وافعل بيها، اخلي الطلبه عارفين في المحاضره الالكترونيه ايه وهو داخل. لو انا مش قاعد في الباوربوينت اعمل هو نفس الكتاب، احطه هو اللي بيتعرض، لان دي خطا. الكتاب كتاب، الكتاب هو كتاب الكتروني، لا انا بعرض لهم باوربوينت يصلح ان هو يشتغل على ديفايس. يعني ايه يشرح يشتغل على ديفايس؟ احنا اكبر حاجه بنعملها دلوقتي ان الباوربوينت اللي احنا كنا بنشرحه هو لا، الباوربوينت لابد من تقليل الكلام اللي فيه، عشان في طلبه كتير جدا بيشوفوا من ديفايس موبايل، دي اول نقطه. النقطه الثانيه، بيبداوا الطلبه عايزين يشوفوا حاجات مختصره عشان استراتيجيات التعلم بتاعهم. كمان نقدر ان احنا نحط طبعا بعض الايه الرسوم المتحركه والفيديوز اللي هي ممكن تقعد ايه تسري هذه المحاضره، وكمان لازم نديهم تاسك او مهمه عشان يبقى معانا في المحاضره القادمه. ده من ضمن الحاجات كمحاضره او استراتيجيه بقدر استخدمها. يبقى انا في هذه الحاله ما خدتش نفس اللي انا كنت بدرسه او اللي انا كنت بديه بفتح الكتاب ونشتغل، لا انا بفعل، باخد لهم بديهم باوربوينت بطريقه معينه، يبقى باوربوينت في اختصار، ببعت لهم الريسورسز، لو ببعت لهم كتاب هنبعت لهم موقع وبقيه الحاجات. في بعض من حضراتكم يقول لك طب المحاضره لازم تتسجل او تبقى متزامنه؟ ده سؤال كده كتير جدا بيسالوا. لو جيت سالت حضراتكم هل المحاضره لابد انها تكون تفاعليه ولا ممكن تكون مسجله؟ منتظره كده تعليقات حضراتكم على الشات. هل المحاضره لابد انها تكون تفاعليه ولا ممكن تكون محاضره قائمه ان هي بنقدر ان احنا نسجلها؟ من خبره واقع حضراتكم حسب نماذج التعلم. لو سمحت تطبيق عملي. اوكي تفاعليه، تفاعليه الافضل، تفاعليه. اشكرك يا دكتوره منى، تفاعليه. ممكن اشكر حضرتك يا دكتوره مروه حسين، انا بشكر حضرتك جدا. احيانا بعض الابلكيشن وبعض، انا بتكلم حضراتكم حسب طبعا انا محتاجه التزامني، التزامني يا جماعه بيبقى انا في تفاعليه واقدر اتفاعل مع الطلبه واقدر ان احنا نديهم فيدباك وتغذيه رجع. ولكن افكرك دكتوره فاطمه، انا ممكن افعلها فعلا اخليها تفاعليه، ولكن من الافضل طبعا نسجلها. ليه؟ طبعا احنا لازم حضرتك هتتفاعل معاهم، لازم لو اشتغلت هتشتغل فيرتشوال كلاس روم. بس دلوقتي يا دكتور علي كل الناس تقول لحضرتك ايه، انا لازم اسجل. ليه؟ حضرتك وانت شغال فجاه، اشكرك دكتوره سلوى، النت قطع عند الطب، هل معنى كده يفقد جزء من المحاضره؟ انا بشكرك جدا دكتوره سلوى، فعلا هل معنى كده ان هو يفقد المحاضره؟ لا، انا لازم اسجل، محتاجه اسجل، محتاج ان هو يسمع. افرض حصل ان هو واقف معايا، فبذلك انا محتاجه احيانا اكونها عاملاها ريكوردد وارفعها فعلا يشوفها، بس ولكن انا محتاجه جزء الفضل اللي انا التفاعلي عشان يسالني، ااكد على المعلومه، اعمل ديسكشن معاه. فدي من الحاجات المهمه جدا. لذلك حضراتكم احنا ممكن كتير جدا كلنا عندنا اول حاجه بنعملها ان احنا بنخش على الزوم، ولكن من الافضل يعني للطلبه ان احنا نقدر نعمل عمليه تسجيل. طب في ناس بعض من حضراتكم يقول لك التسجيل بحقوق الملكيه، نحلها ازاي؟ في اوبشنز كتيره جدا في بعض البلاتفورم او بعض الابلكيشن زي ستريمينج يقدر يعمل فيو، الزوم يقدر يعمل فيو نوت داونلود، يعني انا اشوف الطالب يشوف وما يعملش داونلود. فدي اوبشنز ممكن حضرتك تعالجها، بس من الافضل ان حضرتك لازم حتى لو اشتغلت دكتوره فعلا على التفاعلي وده الصح، سجلها لسوء الشبكه او يعني سوء الانترنت، احيانا قد يكون يتعرض للطالب فيسمع بقيه المحاضره. في تساؤل آخر، يعني
تفاعلية وتسجل ولا يستطيع الحضور وقتها وتكرارها. اه طبعا طبعا، التسجيل حين الرجوع للمادة أخرى أو نقط غير مفهومة طبعا لازم. دكتور أيمن بيسأل يعني إيه تفاعلية؟ بص يا دكتور أيمن، سؤال بسيط وده سؤال جميل جدا لحضرتك. يعني إيه؟ يعني إيه يعني إيه يعني إيه تفاعلية؟ التفاعل يعني إيه؟ أنا دلوقتي قعدت أدي محاضرة واحد اتنين تلاتة أربعة، وقاعدة بقول مثلا الزوم الزوم مثلا، بدي قاعدة الزوم بيعمل انتر اكشن، الزوم بيعمل، وهم مثلا الطلبة مش فاهمين كلمة انتر اكشن. لمجرد ان انت حضرتك بدات تعمل شير سكرين زي ما حضرتك شايفني في الصوت، وانا بشوف الكتابه، ببدا ان انا ارد على حضرتك. فبالتالي ده اسمه تفاعلي، ان انا بدات اقول معلومه وحضرتك قلت معلومه. يعني مثلا لو انا مثلا كان متاح ليا دلوقتي عملت مثلا حاجه زي البول، يعني اللي هي تساؤلات، دلوقتي في اوبشن في الزوم يمكن، او موجود كمان هو حتى في البلاك بورد، هوريه لحضراتكم الشاشه اللي قبل كده اهي. انا بستاذن بس اخد الاوكي، وادي الليزرز اهو. هنا في حاجه اسمها بول، وانا بعمل محاضره بعمل بول. يعني ايه بول؟ بول دي بروح ايه قايله لهم سؤال، سؤال مثلا يا جماعه حد يفكرني بالقاعده، او مثلا بسالهم سؤال يا جماعه مين المخترع، مين مخترع، مين العمل ده، او مخترع هذه الماده. مجرد ان انا بدات اسال سؤال وعملت سؤال وحطيت اختيارات وانا بشرح، ففي ثلاثه جاوبوا، في مثلا بيعمل لك بقى في البولينج ده بيطلع لك خمسه جاوبوا صح و10 جاوبوا غلط، فتبداي تعرفي البولينج انت الشرح ماشي مظبوط ولا لا. فدي من ضمن الاستراتيجيات اللي احنا برضو بنستخدمها في المحاضره. فبالتالي هي دي التفاعليه، ده اللي بيحصل فيه كلمه التفاعل، هو ده اللي بيحصل التفاعل دكتور ايمن، ان انا ابدا تفاعل اشوف هم ماشيين صح فاهمين غلط بيسالوا برد. هو ده التفاعليه، هو ده اللي بيؤدي السيركرونس اللي هو المتزامن، يديني تفاعليه. الغير متزامن لا، انا هسجل له المحاضره، والله الطالب ممكن يشوفها يعملها سكان المحاضره الساعه دي هيسمعها في ساعه، او ممكن يسمعها في ساعتين، كل واحد حسب مستوى الطالب. فهي دي كلمه تفاعليه. اتمنى اكون جاوبت السؤال. في استراتيجيه تانية مهمه جدا، حاجه اسمها instructional gaming، او اللي هي الالعاب ايه التعليميه. طيب الالعاب التعليميه دي عباره عن ايه؟ انا مش معقوله طول المحاضرات بتاعتي هدخل للطلبه طول النهار بديهم في محاضره قاعده فاتحه البرزنتيشن او فاتحه باوربوينت وبديهم هو الماتيريال بتاعتي ذا سيم. انا بديهم محاضره، انا قالوا لي مثلا اشرحي التاريخ مثلا التاريخ الاسلامي، وانا قاعده طول النهار بديهم التاريخ الاسلامي، بديهم مين عمل كذا مين عمل كذا. الطلبه مع الوقت يعني المشكله هي نقص الدافعيه لدى الطالب او الموتيفيشن، الطالب حاسس ان الموضوع ايه ده، طب ده انا قال كنت بخرج باخد بريك، ده انا كنت بخرج. انا عايزه موتيفيشن، عايزه بعض الحاجات اللي تخلي الطالب عندي يحصل له تشويق، يبدا ان هو يعني مبسوط ان هو جاي الدرس بتاع حضرتك. اعمل له الموتيفيشن دي ازاي؟ او اعمل له الدافعيه دي ازاي؟ اعمل له من خلال ان انا بعمل محاضره، هعمل بعض الاستراتيجيات، اعمل له الكلام ده ازاي؟ بنعمل الاستراتيجيه دي وبنعمل التفاعليه دي ازاي؟ من بعض الاستراتيجيات زي الالعاب التعليميه. وهدي حضراتكم مثال. الالعاب التعليميه انا بحط بعمل الموقف التعليمي او الخبره، او مثلا بعمل الخبره الموقف التعليمي بعمله على انه جيمز. بقول مثلا انا عايز اعلم الطلبه مثلا اللام الشمسيه واللام القمريه. حاجه بسيطه جدا اهو في اللغه العربيه. خلاص؟ اللام الشمسيه واللام القمريه. ابدا اديهم جيم. الكلمه دي لام شمسيه ولام قمريه، ونعمل عن طريق السكور ومين يجاوب احسن ومين يوصل لنتيجه افضل. هتلاقي الطلبه مع حضرتك شعله نشاط، لان في تنافس. حطيت لهم موقف هو تعليمي ان هو ازاي يفرق ما بين اللام الشمسيه واللام القمريه، وحطيت لهم امثله وليبلز، وتحكمت بعمل الوقت، وبدات تحط تنافس وقواعد للعمل وقواعد للعبه. فبدات الموقف التدريسي بتاع حضرتك اختلف بعد ما اقول ايه اللام الشمسيه كذا والحرف الذي يليها، واللي مش قاعد انت حضرتك بتدي كده. لا، انا بدات استخدم استراتيجيه جديده تخلي الطلبه بتوعي يبقوا انتر اكتف. طب عشان اعمل كده هتروح تقول لي الاستراتيجيات دي هتاخد معايا ابلكيشن ومحتاجه تكاليف ومحتاجه فلوس. في دلوقتي ابلكيشنز كتيره جدا جاهزه، زي الكاهوت، زي الكويز، زي الوورد وول، وفي حاجات كتيره جدا. انا هدي حضراتكم مثال وهبتدي بيها دلوقتي.
ادي عندي حاجه اسمها الورد وور، ده كده عامله انا بسال الطلبه عندي في سنه اولى ايه هي الفصول المتزامنه الفيرتشوال كلاس روم، والفرق ما بين الليرنينج مانجمنت سيستم اداره نظم التعلم والفصول الافتراضيه، لان دي عيله ودي عيله. فقلت لهم هنعمل نشاط حاجه اسمها الفصول الافتراضيه، وبدات ان انا بس هعمل دقيقه واحده، وبدات ان انا هلعب باسم جي اتش. بدانا نعمل الفصول الافتراضيه، ودي لعبه موجوده، واللعبه دي موجوده عندي وبدات اشتغل عليها. بدات احط تعليمات وتطبيقات للعبه. التعليمات اختر التطبيقات التاليه التي تصلح الفصول الافتراضيه. التطبيق اللي عندي الفصول الافتراضيه جوجل كلاس روم ولا ويبكس؟ فلو انا ضغطت على مثلا هو كده بيديني طريقه اللعبه. في الاول بيديه حضرتك. ايوه دكتور، هو مش ظاهر حاجه غير البورد اللي هو بتاع البدلت. طب ده كده اوكي. بظهر دلوقتي، ظهر دلوقتي. اوكي بدا يديني اهو. بس معلش يا دكتور انا ترانسفورم ودول سبورتيف لابسين. بدا هنا اللعبه بتديني مستويات، يعني الورد وول بيدي مستويات. يعني انا عندي المستوى الاول بيبدا يشوف لي ايه. انا عايزه اشوف هل الفصول الافتراضيه البلو جينز ولا الزوم، طيب ولا حاجه تانية. طب لو انا دوست على جوجل ميت صح الزوم، المودل مش فصل افتراضي، المودل ليرنينج مانجمنت سيستم. برافو انا كده خدت الزوم. الايدو مودو مش فصل افتراضي. بدأت اكتملت المستوى. على فكرة المصدر ده أو اللعبة دي أنا عملتها في 10 دقايق قبل ما ابتدي المحاضرة بتاعها لحضراتكم. يعني ببساطة شديدة جدا، برنامج بسيط جدا، حضرتك بتاخد بس تحط الماتيريال ونبدأ نعد عليه. أدي المستوى التاني، احنا كل ده بنسأل ايه هي الفصول الافتراضية. في بعض من حضراتكم بيسأل البرنامج التحكم باللعبه باللغه. يا دكتوره سلوى عادي، يعني انا حاطه بس اسم البرنامج. اسم البرنامج انا حطيت از ابلكيشن لان انا تطبيقات، بس حضرتك عادي ممكن تحطي عربي. بصوا اهو اهي حضراتكم، انا بس عايزه اوريكم اللعبه توصل للاخر. بس في النهايه يعني اكتملت بالمستوى. بيقول لحضرتك لو عايز وقت اضافي او الوقت اللي موجود، وبعدين بيديني مستوى ثالث. دي مستويات، خلي بال حضرتك هو احسن من الكهوت لانه في ليفلز. بيبدا طبعا الهاوس بارتي. احنا طبعا انا معلش انا بس ايه بي دكتور احنا عندنا سؤالين. بيقول هو اللينك ده انا هبعته للطلبه ولا لازم الطالب ينزل برنامج عنده؟ هو ده حاجه اوكي ده كويس، ده سؤال حلو جدا، ده سؤال حلو. وبس انا هوريكم شكل الفاينل هيظهر شكله عامل ازاي، وهوريكم البرنامج عامل ازاي في الاخر هيطلع سؤال. ايه انا بس عايزه هوري حضراتكم البرنامج كلاود مش محتاج يعمل له انستول. برنامج مجرد ان انا اهو حضراتكم بس انا دقيقه واحده اهو. هو البرنامج ما بنعملوش يعني، هو برنامج كلاود اسمه وورد وول. هبعت لحضراتكم اللينك، ممكن نبعته يا دكتور على الشات ولا فيها مشكله؟ تمام يا دكتور، بعتها الشات. اوكي ادي يا جماعه انا بعتها لحضراتكم دلوقتي على الشات اهو. البرنامج ده حضرتك طبعا انا النهارده مش جزء تطبيق قد ما النهارده كان، بس على فكره في برامج كتيره جدا، بس انا يعني ايه يعني في برامج كتيره بتاخد وقت، بس طبعا هو ده بسيط جدا يعني ممكن ناخده في ساعه بنعلمه. بنقدر نعمل ريجستريشن، بيعمل لغه عربيه، بيديني قوالب جاهزه. يعني انا ممكن اوري حضراتكم حاجات انا اوريدي كنت عاملاها. بيدي حضرتك قوالب جاهزه 10 قوالب 18 قالب ده فور فريم، تختار منهم خمسه، تختار اللعبه اللي انت عايزها كمورد تعليمي.
وتعمل بيها مستويات ويبدأ الطالب كمان. بس أنا كنت عايزة نوري المستوى لأن هو فيه مستويات كتيرة، وفي الآخر بيديك لوحة مين من الطلبة العشرين اللي جاب أعلى مستوى وخد في وقت قد إيه وتحكمت فيها قد إيه. فدي طبعا بتبقى، أنا بس إحنا عايزين إن إحنا أوكي طبعا هي دي كلها إحنا عايزين. أنا ممكن أبعت لحضراتكم اللينك تلعبوا معنا، إيه رأيكم؟ دي فكرة كويسة. أنا دقيقة واحدة يا دكتور محمد، هنبعت لهم اللينك حالا. هو ده سؤال أساسا، لأنه الصوت بتاع حضرتك منخفض سنة يا دكتور. هي النقطة الأساسية إن كان في ناس بتسأل، هو أنا دلوقتي لما أحب أشتغل هو أنا هبعته للطلبة ولا لأ؟ إزاي الطلبة يقدروا يشاركوا في اللعبة ده؟ أوكي يا دكتور، هو الهدف. هبعت لحضرتك دلوقتي ثلاث أسئلة. أول حاجة إحنا بنعمله شير عادي، بمجرد بتعملي حضرتك شير ممكن حضراتكم تلعبوا معنا. فضل حضراتكم أهو اللعبة أهي for everyone. كم ساعة؟ يعني إيه كم ساعة دكتورة عائشة؟ أنا مش لو سمحتي، الهدف هو معرفة التطبيق من المادة العلمية دي. ده سؤال اتعرض، المادة العلمية يعني ده الغرض، ان هو ايه ده الكونسبت جيميفيكيشن اللي موجود بيساعد ان انا بعلم الطالب. اوكي، هو نفس الكونسبت بتاع الكهوت، كونسبت جيميفيكيشن. انا حطيت هدف تعليمي ازاي ان هو يفرق ما بين جزء وجزء، بدات ان انا احط له التطبيق وبدانا نشتغل عليه فقط لا غير. وحضراتكم ممكن تخشوا وتشوفوا اللعبه وتكتب الاسم ونبدا نشوف الليفلز بتاعتنا. في بقى قوالب، فيها تنافس، فيها حاجات كتيره جدا، فيها كروت اند سو اون. فده من الهدف اللي هو الجيميفيكيشن. معلش، هو ده تفاعل بعد المحاضرة ولا بنشرحه بناقضه في البريك ويتحل؟ لا، ده مجرد حضرتك يعني تفرفان، حتى تاخديه بس كده وتشتغلي على الجيمز. يعني دي احنا حضرتك بتبعتيها للطلبة، ممكن بتديها للطلبة بعد المحاضرة او بتديها لحضراتكم وانتم بتشتغلوا. ممكن هو تبقي عايزة تعملي حالة حماسة وتشوق ما بين الطلبة، نديها لهم واحنا بنشرح. شرحنا مثلا مثلا اللام الشمسيه واللام القمريه، بدات اديهم اللينك بتاع اللعبه، يبداوا يشوفوا مين اللي وصل. في برنامج اللي هو بنستخدمه مع الطلبه، ده برنامج كويس برضو يا دكتوره داليا، وده كويس جدا. الكهوت كويس، والورد وول كويس جدا. الورد وول مستو ان هو فيه ليفلز. طب هو شرط ان يكون الطالب قاعد اونلاين ولا ممكن؟ لا، ممكن عادي اوفلاين، عادي عادي، هو مجرد معاه اللينك خلاص. دكتورة داليا، لا ايه، هو برنامج بيستخدم فيه ليفلز وفي كل حاجة. مستو كمان ان هو طريقة الرسمة بتاعت الجرافيك بتاعت الكهوت بتبقى كروت. عشان افتتح لي بعض التمبلت التانية او اللي هي التمبلت الموجودة في الكهوت بتبقى بفلوس. ده الجزء اللي هو اللي انا بعرفته لحضراتكم، ده مجانا من غير اي فلوس. فبالتالي طريقه الجرافيك ابسط. ما هي متطلبات الدخول للعبه او التطبيق؟ ما فيش متطلبات. بنستخدمه اوفلاين. اوكي دكتوره دانيا، في برنامج زي ما حضرتك قلت دكتوره دانيا، اهو ادي الكهوت، اهو ادي الكهوت. احنا كنا عادي برضو كنت عاملاه وهوري لحضراتكم، اهو ادي برنامج الكهوت برضو بنشتغل عليه. بس ده ستايل وده ستايل، ده بتبقى انشطه في الوورد وول اكثر تفاعليه، وبتبقى فيها الرسوم المتحركه افضل. وهو ليه حد اقصى للتمبلتس. للتمبلتس دكتوره دعاء 18. ضيف دكتور. اوكي دكتور ضيف. اوكي دكتور ضيف، سوري انا اسفه دكتور ضيف. ده برنامج الكهوت. الكهوت بالشكل ده، زي ما برضو بعض من حضراتكم شاف برنامج الكهوت. الكهوت بالشكل ده، الكهوت ميلي ما فيهوش التفاعلية اللي احنا ما فيهوش الجيمينج والكلام. يعني احنا كنا مشكلة بعض بعض المعلمين متخايفين من الجيم. ليه؟ انا مش هقدر اعمل جرافيك، انا مش هقدر اعمل كذا. البرامج سهلة، يعني الورد وول من البرامج اللي ممكن تشرح في ساعة ونص. اوكي، فده من احد التطبيقات، وفيه تطبيقات كتيره جدا، في الكويزز، في حاجات كتيره جدا. فده من ضمن التطبيقات في الجيميفيكيشن. اوكي طيب، في عندنا استراتيجيه اخرى، هو اللي هو التعلم المبرمج. ف
طب التعلم المبرمج ده عباره عن ايه؟ التعلم المبرمج بيبقى حضرتك بتسجل الكورس بتاع حضرتك، مثلا انا بدرس انجليزي او بدرس فرنساوي، بدرس اجزاء وبتبقى عباره عن بقسم الوحدات بتاعتي الى وحدات منفصله، وحدات صغيره مرتبطه ببعضها، بحط لها مسارات تعلم، بيبدا الطالب ياخد الجزء ده وبعد كده يليه الجزء اللي بعده وهكذا، ورا كل جزء بنحط اختبار. التعلم المبرمج ده بدا منتشر وبدا يعني مشهور، وهتلاقيه حضراتكم في حاجات كتيره جدا الايام اللي جايه، عن طريق بتلاقوه طبعا عن طريق في تعلم مبرمج موجود في كورسيرا دلوقتي، في يوديكس، في حاجات كتيره جدا، في رواق، في على فكره في المملكه السعوديه، في ادراك. فبالتالي في دلوقتي منصات بتحط مقسمه الكورس بتاعي ليرنينج اوبجكت بسيطه، وبدات ان هي مبرمجه وبتبدا تترفع للايه على المنصه. بالتالي طبعا بتبقى في اجابات عشان يقدر يكمل ويتتح له هذه الكورسات، في كورسيرا وفي موديل ممكن تعمل على موديل انسون. في بقى عندنا استراتيجيات التدريس حاجه اسمها الاي كولابوريتيف ليرنينج، هو اللي هو ببساطه شديده هو التعلم التعاوني. طب هل انا هقدر اعمل تعلم تعاوني في برنامج زي مثلا البلاك بورد او الكلام ده كله؟ اه طبعا. يعني ايه تعلم تعاوني؟ التعلم التعاوني انا بقسم الطلب عندي مجموعات، والمجموعات دول ببدا اشوف الطالب ده موجود عندي، الطلبه دول انا عندي 20 وبدي حضرتك ان عندك 50، انا عايزه كل خمسه بيديهم تاسك، مثلا الخمسه دول الاولانيين هيجيبوا لي مثلا نبذه عن نابليون بونابرت، الاخرين اعمال نابليون مثلا اعماله، بعد كده اهم الحروب اللي خاضها، بعد كده ليه او النهايه او ما تم في اخر او الدروس المستفاده. اديت كل طالب مهمه وبدات عايزه اقسمهم، هقسمهم ازاي؟ هقسمهم ازاي او اعمل تعلم تعلم تعاوني وانا قاعده هنا والطلبه قاعدين هنا وانا مش شايفاهم والكلام ده كله. عندنا في تطبيق جميل جدا وفي اوبشنز كثيره جدا في كل البلاتفورم اللي بنشتغل عليها والابلكيشن. عندنا جوجل ميت وعندنا بريك اوت رومز اللي هي الغرف الصغيره، بنعمل بريك اوت روم. طب البريك اوت روم انا مش هقدر اتحكم فيها، او ده زوم هو اللي مثلا هم اللي هيوزعهم، ده انا مش ده ممكن احط المجموعه كلها تبقى مثلا مش مجموعه مش مستواها شاطر. طب اعمل ايه؟ ومش هعرف اعمل الوقت. تعالوا كده حضراتكم ببساطه نبدا نشوف حاجه مهمه جدا. طبعا حضراتكم شايفين شاشه سوداء صح؟ الشاشه السوداء دي مش شاشه سوداء ولا حاجه، بس هي ازاي اعمل بريك اوت روم؟ ببساطه شديده جدا حضرتك بتعمل في اوبشن البريك اوت روم، ممكن يتحكم فيها ده طبعا. البريك اوت روم بتبقى فيه لازم حضرتك بتقبل اعدادات الجلسه بتكون مفعل هذا الاوبشن. يعني ايه؟ سؤال كده، انا دلوقتي مثلا في الجزء اللي هم متاحين لي بيه الزوم ده مش بتاعي، بتاع الجامعه، مش متاح لي البريك اوت روم ومش هعرف اقسم حضراتكم. ليه؟ لان انا مش عامله، مش انا قلت لحضراتكم عندنا ثلاث انواع من الاعدادات عندي حضرتك، قبل الجلسه وفي منتصف الجلسه وفي نهايه الجلسه، لازم البريك اوت روم ده يبقى متفعل عند حضرتك، عامل عليه تشيك. يعني ايه؟ تعالوا كده حضراتكم، انا ممكن اوري لحضراتكم تطبيق كده بسيط ونشوفه ببساطه كده. انا دلوقتي هخش على طبعا ده الزوم، ده البريك اوت، اجي مثلا حضراتكم زي الزوم، انا في الزوم بتاعي او الموجود، انا دلوقتي عشان اعمل زوم او يبقى عندي متاح ليا لازم اكون عامله حاجه اسمها، في حاجه اسمها سيتنج، في السيتنج دي بكون ضابطه اعدادات الجلسه قبل ما ابتدي. يعني حضراتكم اهي شايفين حضراتكم البريك اوت روم اسمح ان انا اوزع الطلبه بتوعي. لو انا مش عاملاها تشيك وزي ما انت حضراتكم شايفينها كده مش معموله بالعلامه دي، مش هيتيح لي ان انا ابدا اشتغل هذا الاوبشن. في سؤال هنا في تساؤل، بريك اوت روم ايه تاني؟ انا مش في تساؤل. اوكي فيها تحكمات. طب تحكمات بقى فيها ازاي؟ انا عملت البريك اوت روم، بدات اتحكم فيها، بس زي ما حضراتكم شايفينها اوبشن، انا عملت بريك اوت روم. البريك اوت روم بيبقى فيها ثلاثة اوبشن، ايه هم؟ اول حاجه اوزعهم اوتوماتيك. يعني ايه اوتوماتيك؟ ويعني ايه انا اعمله اوتوماتيك؟ انا مش عارفه الطلبه وبخلي الطلبه هم اللي يوزعوا نفسهم اوتوماتيك.
انا مش عايزه كده، لا انا والله عارفه الطلبه، وعارفه ان ده مثلا ولد منطوي شويه، ده ولد عنده مثلا ده شاطره مجموعه، عايزه اعملهم مجموعات متجانسه، فانا ممكن اعملهم ساين مانيوال. يعني ايه مانيوال دكتور؟ في ريز يور هاند اتفضل يا دكتور سمايت. دكتور محمد في حد ريز يور هاند؟ ده اوبشن موجود ولا ايوه دكتور. حضرتك عايز؟ في لا حد؟ متاح للريز هاند. اتفضل يا دكتور. دكتور سمايد، سمية، دكتور سمية اتفضل. اتفضل يا دكتور سمايد. دكتور سمايد تحت امر حضرتك يا فندم. هل في تساؤل ولا باي ميستيك؟ دكتور سمايد وانا اتفضل يا دكتور. ثينك ان دكتور، لا هو بيقول لا، هو في الشات اتفضل. بيقول لا بالغلط. اوكي بالغلط معايا. بالغلط بالغلط. اوكي انا دلوقتي عايزه اشوف الطلبه بتوعي وانا عارفاهم كويس جدا، فانا لو انا مثلا عارفه محمد وعايزه اقسمهم فبعمل ساين مانيوال. يعني ايه مانيوال؟ اخلي انا اوزع المجموعات زي ما انا عايزه، زي ما انا عايزه. فبالتالي انا عملت البريك، او انا عملت مجموعات متجانسه، ما خليتهاش اوتوماتيك الزوم هم اللي يوزعهم، لا انا خليتهم مانيوال. طب انا كمان في اوبشن كمان في البريك اوت روم، ان اخلي الطلبه هم اللي يختاروا الرومز بتاعتهم. ايه ده بجد؟ انا مثلا مرتاحه مع هذا التيم ورك بتاعي، انا هشتغل مع دول وهم اللي اخلص معاهم التاسك. كمان انا كمان اي تاسك احنا مديها لحضراتكم لابد من ان انا بسمح لهم ان الوقت ده او التاسك المهمه او اللي انا مطلوب منهم انا عايزاه وقت تايم، يعني بوقت معين. يعني ايه؟ النشاط المطلوب منهم ده داخل او الجزء المهمه المطلوبه منهم خلال نص ساعه. فبنعمل بريك اوت روم هتعمل تتقفل لوحدها بعد مثلا 30 دقيقه. اذا بقى كل حاجه بيقدر اتحكم فيها داخل الابلكيشن. وبكده بدات ان انا، لا بدل ما كنا التدريس بقى احنا قاعدين بندي محاضره، لا ده هم قدام دلوقتي تاسك قدامهم مهمه يبدا يشتغل عليها، قسمتهم بالشكل اللي هو يتناسب ليا في وقت معين، وكمان بدا يحط كمان التايمر ليهم لو انا عايز احط تايمر. طيب بعض الناس تقول طب انا هحطهم في اوضه وهقفل عليهم مش هعرف اتابعهم، ما دي مشكله، هتبقى دي بالنسبه لي كارثه. لا حضرتك من المفروض في داخل هذه الاستراتيجيه في التعلم التعاوني لابد ان حضرتك تعمل جوين لكل روم. ليه انا كل، او انا مثلا انا مش هدخل واسيب الطلبه وهقعد انا بره، لا لازم نعمل جوين لكل روم، عشان لو الطالب محتاج مساعده، ماست بي ان انت حضرتك تقول له بنعمل، يعني بنعمل رومينج احنا كلنا داخل هذه كل روم عشان اقدر ان انا اشوف واتابعه. دكتوره سلوى اتفضلي. دكتوره سلوى السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. كيف أستطيع أني أدخل على كل روم وأتحكم فيهم؟ بصي يا دكتور، لا تتحكمي فيهم ولا تخشي في جزء، ان احنا عملنا اوريدي عملنا كرييت للروم، وبداوا عندي ثلاث، عملنا مثلا خمس حجرات خلاص، بيظهر لي انا كمحاضر زي ما حضرتك شايفه كده حاجه اسمها جوين. نعم. فانا كمحاضر اخش على روم 1 وبعدين بعمل ليف واروح روم 2، ابدا انا كمحاضر يعني اتجول داخل كل حجره. ليه؟ ليه الهدف منها يا دكتوره سلوى؟ لان انا ابقى عايزه محتاجه كل طلبه بيعملوا ايه؟ هل هم داخلين على الروم وبيعملوا التاسك؟ هل عندهم مشكله في مثلا جزء ما فهمهوش من النشاط، او في جزء ما فهمهوش من المهمه؟ فانا بدخل واديهم الدعم. كمان في بعض الحاجات قد تكون حضرتك مثلا عملت لهم الروم وما اديتهمش حاجه اسمها الشير سكرين. يعني ايه شير سكرين؟ عايزين ان هم يعملوا، يعني جم قالوا لي احنا عايزين نعمل شير سكرين مثلا مسوين باور بوينت وانا عرضوني مثلا، فبالتالي حضرتك بتعمل لهم شير سكرين ان سو اون. فدي من الاوبشن اللي لازم احنا ناخد بالنا منها، دي من ضمن استراتيجيات التعلم ايه التعاوني. يعطيك العافية، مشكورة. طيب الاي الاي جروب ديسكشن، المناقشات الجماعية. جيت انا اديت الطلبة مناقشة، انا مثلا بدي حاسبات، يا جماعة هل انتم مع التحول الرقمي ولا لا، ومع حطوا ادلة، وعايزة تبقى في مناقشة جماعية او ندي ديسكشن بورد، اعمل لهم شير سكرين. طبعا الدكتوره سوزان لازم نعمل لهم شير سكرين، لازم نعمل لهم. لا هم اللي بيعملوا شير سكرين يا دكتوره سوزان، يعني مثلا دكتوره سوزان هم الطلبه نفسهم بيعملوا شير سكرين لبعضهم عشان يخلصوا المهمه لو مطلوب منهم باوربوينت. طيب الاي جروب
ديسكشن. الاي جروب ديسكشن ده عباره عن ايه؟ انا عايزه اديهم موضوع بيتناقشوا فيه، وعايزه كمان اخلي الموضوع ده كل واحد يقول رايه، كل واحد يعبر عنه. ففي الكلام ده موجود عن طريق حاجه اسمها ديسكشن بورد، عن طريق الويكي، عن طريق الفورمز. نبدا ان احنا زي ما حضراتكم شايفين كله بيعرض وجهه نظر. قد تكون على فكره هذه الديسكشن بورد عليها درجات في البلاك بورد، بيبقى جريدد ويز جريدد. يعني لو حضراتكم في المملكه العربيه السعوديه وممكن نعرضها، بيبقى في ديسكشن بورد بجريدد بدرجه. طيب الاي برين ستورمينج، العصف الذهني. انا ببقى عايزه مثلا اخد الطلبه بتوعي واعمل لهم عصف ذهني الكتروني، والعصف الذهني طبعا الالكتروني حضراتكم يعني اساتذتنا عارفين. انا ببقى عايزه اطرح موضوع للطلبه وما اقدرش اخد استجابه موحده، او عايزه اخد كل الافكار واعمل قبول لجميع الافكار وابدا اشجعهم ان هم يعملوا افكار جديده، وعايزه كل يشارك، كل يكتب، كل يساعد هذا كل الموضوع. طب هساعدهم ازاي او هنعملها ازاي؟ بنطرح سؤال رئيسي على الطلبه، بنبدا نحدد الاجابات، ببدا اعمل تلخيص لبعض يعني لبعض الاستجابات اللي هم قالوها، وما بقولش صح او غلط، واعمل اقبل كل الايه الاستجابات اللي موجوده. طب عشان اعمل هذا او اعمل كل ده، المفروض ان هم هيخشوا يكتبوا، هيكتبوا ازاي واحنا في الالكتروني؟ ففي برامج كتيره موجوده. حضرتك ممكن ابسط بسيطه، ابسط حاجه الوايت بورد، تتيح الوايت بورد لكل الطلبه فالكل يكتب. طيب انا عايزه ابلكيشن اكتر او عايزه تطبيق اكتر، عشان كده عايزه اعمل بابلت مثلا، ان هو ممكن ايه يشير معايا فايل، يشير معايا صوره. تعالوا حضراتكم نشوف تطبيق زي تطبيق البابلت. البابلت ده بيعمل ايه او ايه الاهداف بتاعته؟ حضرتك زي كده زي ما حضرتك شايف ده تطبيق. لو انا عملت دلوقتي حضرتك شير كوبي لينك وحضراتكم دخلتوا عليه دلوقتي، بتبدا ان احنا نشارك هذه البابلت. تعالوا كده نشارك هذه الايه الصوره او هذه اللوحه. طب تعالوا اوري حضراتكم بعض من اللوح اللي كانت عندي اوريدي في حسابي. انا كان قرشه عندي بابلتس اهي موجوده، دي كنا عاملينها وكنا الطلبه كلهم مستخدمينها، بداوا يعني نعمل كده، كنا بنعرض بنعرفهم ازاي يشتغلوا عليها. هنا كنت واخداها من احد التقييمات، ما هي مهارات المدرب الالكتروني، فبدات ان احنا نتكلم وبدا كل واحد يعبر كل من. وعلى فكره انا خليتها هنا في هذه البابلت، كنت عايزه مش الطالب يكتب اسمه، ليه؟ عشان ما احرجش طالب بعينه. فكنت في اوبشن طبعا في العصف الذهني يذكر اسمه او لا، يعني دي برضو عشان نكسر حاجز الخجل لدى بعض الناس، لان فعلا في متعلم بيكون خايف يقول حاجه فتقول له انت قلت غلط، فده انا ممكن اخد عصف ذهني ان هو يعبر عن نفسه، وحضرتك تعرف كل كل متدرب بيفكر، كل معلم وكل تأثري كل متعلم مع حضرتك بيفكر ازاي، يبقى عايز يقول ايه. في طبعا الاي سيميليشن، المحاكاه. الاي سيميليشن طبعا فيها نماذج كتيره جدا وبرامج كتيره، وفي برامج جاهزه على فكره وبقت بسيطه زي الكو سبيس ايديو، ده جميل جدا في المايكروسوفت، وده بيبقى بسيط جدا نعمل محاكاه. والمحاكاه الالكترونيه بتبقى من احد النماذج المهمه جدا دلوقتي ان احنا هنعتمد عليها، سواء كانت حاجات صعب ان احنا نحاكيها في الواقع او لخطوره هذا الموقف التعليمي او ما شابه، او ان انا دلوقتي مش موجوده داخل الجامعه او مش موجوده داخل المدرسه، فانا عايزه اعمل موقف محاكي لي. فنقدر نستخدم ممكن تطبيق على ايه يا دكتور؟ يعني على التطبيقات، يعني قد نستأذن دكتور محمد ان احنا، لان احنا الوقت بتاعنا انا عديت الوقت يا دكتور محمد، ودكتور محمد ممكن يطلعنا من الورشه ولسه قدامي حاجات كتير، فعشان نطبق احنا موجودين مع حضرتك. شوفوا حضرتك الوقت اللي يناسب واحنا موجودين مع حضرتك. ما هو الفرق بينه وبين المعمل الافتراضي؟ سؤال جميل جدا 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 يا دكتور اسلام. المعمل الاي سيميليشن حضرتك بتبقى عباره عن انا ممكن اخد جست جزء موقف معين، مش لازم اخد المعمل از جنرال. دلوقتي طبعا عشان اعمل معمل افتراضي متكامل ده بتبقى محتاجه شركات ومحتاجه سوفت وير اند سو اون. على البابلت حاضر دكتور، حاضر. المعمل الافتراضي بيبقى ليه كده، انا ممكن اخد محاكاه مثلا تجربه فقط لا غير، واقدر اعملها على الكوسبيس تجربه واحده، موقف واحد تجربة. يعني مش لازم المعمل كله، المعمل الافتراضي انا بعمل معمل فروم اي تو زي بالمواد بكله وكل هذا.
ده أنا حضرتك الجميلة دكتورة سوزان، ده أنا اللي سعيدة بحضرتكم والله يعني. فبالتالي ده الفرق ما بين المعمل والإيسيميليشن. الإيسيميليشن أنا ممكن أخد جزء، مثلا أنا مثلا هدرس لغة ألمانية وعايزة أديله إيسيميليشن لواحد أجنبي داخل عندي المطار، فأنا ممكن ببساطة شديدة جدا وأنا بعمل هذا الموقف وأبدأ إن أنا أحاكيه وإزاي هيقابل وهيعمل إيه ونغير في الأصوات والنبرات. بس طبعا إحنا بنحتاج أو بنلجأ للإيسيميليشن في المواقف اللي بتبقى إلى حد ما بتكون مثلا حاجات علمية، تجربة، براكين، إزاي مثلا بنلاقي بعض الناس عندهم خوف مثلا من السواقة. مثال بسيط، وأنا واحدة من ضمن الناس على فكرة كنت كده، كنت بخاف من السواقة. فممكن ان احنا نديلي ايسيميليشن ان انا ابدا اسوق وابدا اتحكم في هذا، وبعد كده ابدا ان انا ايه اتعلم بهذه الجزئيه. فالايسيميليشن من الحاجات الرائعه جدا اللي هي محاكاه، ممكن نستخدمها في الكيمياء، في الفيزياء، في المهارات الهاندز اون اند سو اون. طب في حاجه مهمه جدا عايزين نسالها، هاو تو سيلكت ذا رايت اي دي استراتيجي، ازاي انا اختار اكتر استراتيجيه؟ احنا قاعد حضرتك بتقولي استراتيجيات كتيره جدا، محاكاه ولعب ومناقشه جماعيه وتعلم تشاركي واي سيميليشن طب انا اختار اني افضل حاجه يعني، امتى اختار او امتى اقول الاستراتيجيه دي هي انسب استراتيجيه؟ السؤال ده سؤال دايما بقول سؤال مفخخ، يعني ما فيش حاجه اسمها انسب استراتيجيه. عشان اختار انسب استراتيجيه احنا محتاجين نشتغل على حاجات كتيره جدا. عشان اقول ان انا عندي اختار the right instructional design strategy او الاستراتيجيه المظبوطه او اللي هي فعلا صح او تناسبني انا كرشا في الهدف، اول حاجه طبعا يا دكتور ايمن بتعتمد على اربع حاجات. ايه هم؟ اول حاجه الاودينس بوينت، السبجكت، الليرنينج انفايرمنت، وبعد الكونسترين بتاعتي. طب تعالوا كده نشوفها وفق كل حاجه. أول حاجة بنبدأ نفكر فيها هي الأودينس. نبدأ كده نشوف والله الاستراتيجية دي هتقدر تستخدمها مع الأطفال؟ هل هتنفع مع الأدلز؟ هل يعني هيبقى فيها يعني الأودينس بتوعي هيبقى عاملين إزاي؟ طيب دي حاجة كويسة. طيب السبجكت، طبعا السبجكت بقى أنا هبص على السكيلز بتاعتي والأوبجيكتيف، وهل حاجة يبقى حاجة تكنيكال ولا حاجة سوفت سكيلز؟ هبدأ أشوف كده المادة وكل المعلومات دي نبدأ نحددها. انا محتاجه احدد حاجات كتير، يعني الاستراتيجيه دي هتبقى لايه، الماده دي بديها ايه، بدي ماس ولا بدي مثلا عربي، انهي نوع، لو بدي مثلا حاجه زي الكيمياء ومحتاجه اعمل تجارب يبقى كده انا ملي ممكن احتاج اكتر الاي سيميليشن. يبقى انا عشان اختار الاستراتيجيه المناسبه حسب السبجكت، ده حاجه كويسه. طيب الليرنينج انفايرمنت، يعني ايه الليرنينج انفايرمنت؟ بيئه التعلم. في بعض مثلا بعض المؤسسات لا تتيح الا بعض الابلكيشن او التعليم مثلا هيبقى اونلاين، ممكن الاقي الابلكيشن ده مش هيقدر موجود في الجزئيه دي، او اللي انا البيئه او الانفايرمنت اللي هيحصل فيها دي هيحصل فيها لازم اشوف اعدادات هذه البيئه هتتم في انهي جزئيه، ولا هتتم ازاي، هل هتبقى شكلها عامل ازاي، هتبقى كلها اونلاين ولا هتبقى بلندد ولا هتبقى ايه. بعدين بوينتس مهمه جدا الكونسترين بقى، واللي هي القيود. انا ممكن اختار واقول لحضرتك بص انا احسن حاجه انا هعمل اي سيميليشن، بس عند حضرتك حاجه يعني في يعني قيود بتقود حضرتك جامد جدا. ايه هي؟ اول حاجه الوقت، انا عشان اعمل معمل افتراضي هياخد وقت قد ايه. انا جيت قلت لحضراتكم ايه، انا عملت الجيمز دي الجيميفيكيشن بتاع الورد وول ده قبل ما اخش 10 دقائق، هل انا بعد كده ان انا هقعد اعمل كل نشاط مثلا لطالب في كل مثلا بقعد ساعتين ثلاثه؟ طب ما انا عايز اشوف التايم، ان حضراتكم بتدوا اكتر من مجموعه واكتر من حاجه، فمحتاجين ان انا اخد تطبيق سهل واخد تطبيق ما ياخدش مني وقت كبير. الكوست، لو انا هخلي حد اللي هو اللي هيشتغل لي بالاستراتيجي دي، لو حد مثلا هديه ان هو يشتغل لي وهيعمل لي الحاجه دي، هل انا هقدر ادفع له لو انا عايز اعمل معمل افتراضي او اعمل سيميشن زي ما حضرتك قلت؟ كمان في تكنيكال سبيسيفيكيشن معينه، يعني ايه؟ في قيود تقنيه، يعني انا مثلا نفسي جدا ان انا ادرس فيرتشوال ومحاضره متزامنه. اوكي انا مثلا بدي في كليه تجاره وعندي اعداد 3000، الزوم اصلا لا يستحمل اساسا غير 100. فاهي حضرتك اخترت المحاضره الالكترونيه المتزامنه، وبعد ما حضرتك دخلت انا عندي 3000، بقى عندك قيود
وحاجات تقنيه موجوده وحاجات مش هقدر ان انا الابلكيشن يبدا يتغلب عليها، فبالتالي لجأت الى استراتيجيه ثانيه تبقى انسب وهكذا. ففي حاجات كتيره جدا بتتحكم في الاستراتيجيه، ولكن ما فيش حاجه اسمها افضل استراتيجيه، ما فيش حاجه اسمها الافضل. الافضل ده الافضل في ضوء كل ما نريده يعني. طبعا واكيد طبعا في استراتيجيات طبعا كتيره بقى، في بروجكت، في حاجات كتيره جدا، وهم عايزين ايه وحاجات كتيره جدا. انا حاولت النهارده انجز حاجه مهمه وحاجه بسيطه، وهفتح التساؤلات دلوقتي. انا بس كنت عايزه، كان حاجه مهمه جدا احنا بنتساءل منها والناس كلها خايفه، ويعني وكل ما حصل من فيروس كورونا، انا مش عايزه ادرس اونلاين، انا الاونلاين ده صعب جدا، انا الاونلاين الطلبه قاعدين بيسمعوني ما بيفيش اي تفاعليه، ما بيردوش عليا، انا عايزه زي ما كنت في الفصل ابدا اخش معاهم واشوفهم الابلكيشنز والتطبيقات والاستراتيجيات الالكترونيه. حضرتك مجرد ما تعرف يعني مثلا البابلت، انا قلت لحضراتكم ان هو قد يكون عصف ذهني، لا انا ممكن استخدمه غير عصف ذهني، انا ممكن استخدمه تعلم تشاركي ازاي، انا ممكن اخلي الطلبه كلهم كل واحد اقسم جزء عليه ويبدا يشير الملفات عليه واستخدمها على بابلت. بس لازم حضرتك تكون حاطط في يعني اللي هو حاطط الاكشن بلان، حاطط الخطه ايه بالظبط اللي انا ممكن احطه وايه اللي انا ممكن هنفذه. التطبيق من السهل جدا، حضرتك لو دخلت في اي دوره تدريبيه، برامج كتيره دلوقتي موجوده في اي مكان، انا ما بعلنش على مكان معين بنشتغل عليه، يعني الزوم، انا كان برنامج حد يقول لك ايه انا هاخد برنامج عن الزوم، تدريب عن الزوم، لما بدانا نعرف تطبيقات الزوم وازاي اعمل جزئيه معينه بدانا. انا بس هوقف شير سكرين دقيقه واحده وهوري حضراتكم حاجه بسيطه. اول ما بدانا نشتغل على الزوم بدانا نقول ايه ده، طب ده الزوم ده برنامج ما يعني سهل جدا وما فيش اي حد يعني كلنا عارفينه. لما جينا اشتغلنا وبدانا نشوف لا ده الزوم فيه اوبشنز كتيره جدا وفي حاجات نقدر ان احنا نستخدمها، ولازم ان احنا نبدا نعدها داخل اهي حضراتكم. انا بس كنت عايزه اعمل شير سكرين. الزوم مثلا لازم حضرتك قبل ما تشتغل على الزوم لازم must be يعني انا اسفه يعني ونحطها تحتها 100 خط، لازم حضرتك تحط الثلاث مراحل. لو اشتغل محاضره الكترونيه لازم حضرتك تشوف قبل الجلسه هتعمل ايه وهتعمل اعداداتك وهتبقى مظبوطه ازاي، وازاي اضبط اعدادات البرنامج، واشتغل على المحاضره ازاي اعمل مهارات عرض وتقديم واتحكم بسهوله داخل البرنامج، ازاي بعد الجلسه اعمل تسجيل لي ومشاركه مع الطلبه لو عايزه اشارك معاهم او ابعته لهم، سواء كان على التيمز هيتعمل ستريمينج، سواء كان على اليوتيوب بيترفع، او سواء كان على الزوم بيت. كل دي مهارات من المفترض ان احنا نبدا نتعود بيها ونبدا نستخدمها في التدريس، لان هي دي اللي بعد كده هتخلي التدريس فيه انتر اكشن، فيه تفاعلين. دكتور محمد ممكن بقى ناخد التساؤلات، بس قبل التساؤلات وقبل ما افتح التساؤلات فاضل بس جزئيه بسيطه وهفتح التساؤلات للجميع. احنا النهارده تعرضنا بس لحاجه يعني جميله جدا، واتمنى طبعا انا كنت يعني اثقلت على حضراتكم، وانا عارفه ان الورشه كان مدتها يعني ساعه. احنا النهارده تعرضنا لكام حاجه مهمه جدا. الاستراتيجيه مختلفه تماما عن نموذج التصميم التعليمي، ده حاجه وده حاجه خالص، عشان ده حاجه تانية. الاستراتيجيه الالكترونيه مختلفه، انا مش زي ما كنت واقفه في الفصل هو اللي انا بديه في الالكتروني، لا الاستراتيجيات مختلفة، في استراتيجيات قد تكون متزامنة، أنا هديهم حاجة بيشتغلوها، استراتيجية قد تتم غير متزامنة ببعت لهم تاسك زي على الديسكشن بورد، في حاجات كتيرة جدا وده علم كبير جدا، في استراتيجيات بتقوم على بروجكت بيست ليرنينج، واللي هي طبعا في استراتيجيات كتيرة أنا ما ذكرتهاش النهاردة وليها تطبيقات كتيرة وليها برامج كتيرة، في استراتيجيات بتقوم على الويب كويست واحنا بنشتغل عليها اللي هي الرحلة المعرفية، برامج كتير. انا لو يعني قعدت اكتب كنت هكتب كتير جدا، فانا قلت هاخد ايه الاسهل والابسط اللي احنا ممكن نستخدمه ككلنا جميعا. نبدا بقى التساؤلات. التساؤلات كتيره. انا دكتور حضرتك شكرا لحضرتك جدا يا دكتور رشا، وشكرا لكل الحضور الكرام. احنا ان شاء الله اللي فاضل معانا ممكن ناخد ربع ساعه اضافيه كمان، هنفتح طريقتين للاسئله. الطريقه الاولانيه لو حد حابب ان هو يفتح المايك يتفضل هناخد فيهم، بس هيرفع ايد الاول. تاني حاجه هناخد الاسئله اللي موجوده في الشات، لو في حد بدا بالشات ففي الاسئله نبدا في الاول.
كان في اكتر من حد سأل عن الماده العلميه الماده العلميه فوضحت لهم ان الورشه مسجله ولو حضرتك موافقه الدكتور ايمن بيسال على مراجع للاستراتيجيات في مراجع كتيره جدا حضرتك ممكن ترجع في مجله جامعه المنصوره كانت حاطه في جزئيه في مراجع كتيره في كتب كتيره جدا اتكلمت عنها في ايه الفرق ما بين الجوجل ميت والجوجل زوم والزوم ميتنج الفرق بسيط طبعا على فكره كلهم من نفس العيله كلهم فيرتشوال كلاس روم طب ايه الفرق ما بينهم الزوم هكلمكم بصراحه الفيرتشوال كلاس روم انا البرامج دي حضراتكم الزوم ما كانش من البرامج المشهوره جدا في الفيرتشوال كلاس روم يعني دي الحقيقه اللي محدش عارفها يعني قبل 2018 كان فين الزوم ما كانش موجود كنا احنا كلنا انا بدرس على فكره تعليم عن بدرس عن بعد بقالي سنين في المانيا وجميع الدول فكنت بنشتغل على السكايب سكايب بزنس فبدا الزوم يظهر الزوم ميزته الوحيده ان هو بدا ياخد الفيتشر السهله وبدا ان هو فريندلي يوزر يعني ايه فريندلي يوزر يعني سهل الاستخدام سهل ان انا استخدمه حضرتك تعرف تستخدمه الاولاد الصغيرين بيعرفوا يستخدموه بدا منتشر الجوجل ميت طبعا في ميزه الاول حاجه الاعداد بيفتح لك الاعداد الزوم مثلا حضرتك عشان انا بيزنس هيقدر ان انا الاعداد 100 طب لو البيزنس هيتفتح لي 300 لو مؤسسه او مدرسه عند حضرتك هتفتح لك 300 فطبعا بيبقى فيها فيتشر مختلفه في حين الاخر مثلا التيمز حضراتكم ما تقدرش تعمل بريك اوت روم الا من خلال الجهاز يعني تكون نسخه نازله ديسكتوب ما اقدرش اعمل بريك اوت روم ومش متاحه برضو في كل النسخ ما اقدرش اعمل فيرتشوال كلاس روم في التيمز من خلال كذا لا لازم يكون النسخه ديسكتوب بتبقى فروق في كل حاجه طبعا الفيرتشوال كلاس روم على فكره من البرامج التدريبيه اللي انا بديها بتبقى رائعه وبتبقى لان احنا كلنا بنشتغل دلوقتي على فيرتشوال كلاس روم ذا سيم هي نظم اداره التعلم اللي هي جوجل كلاس روم دي بتبقى فيها متزامن وغير متزامن يعني ايه انا ببقى عايزه الطالب احنا كنا بنقعد حضراتكم كنا بنقعد مع الطلبه 6 ساعات في المدرسه صح طب دلوقتي احنا الموضوع اختصر الطالب مش هيقدر يقعد قدام الجهاز حتى لو حضرتك عملت كل الاستراتيجيات التدريسيه اللي ممكن حضرتك تتخيلها في الدنيا واللي انا ممكن اقولها وكلنا حطيناها الطالب مش هيقدر التايم وقت التعلم قل وقت التعلم قل طيب بقى في تعلم حضرتك بتشوفه كده زي ما شايفه حضراتكم فيس تو فيس يعني فيرتشوال فيس تو فيس بشكل افتراضي وفي وقت بتسيب للطالب مهمه وهو ده على فكره الجامعات بره بدات تقول انا عايزه اتجه لهذا النمط عايزه تاخد احسن البينفيتس احسن فايده من التعليم اللي هو الاونلاين واحسن فايده من التعليم اللي هو الفيس تو فيس عايزين ياخدوا من ده ومن ده فلازم نستفيد من كل اوبشنز فيها كم الزمن المثالي للتعليم الالكتروني للجلسه الواحده سؤال رائع دكتور ايمن حضرتك بتسال في الصميم بالنسبه لحضرتك الزمن المثالي في الفيديوز لو انا هبعت حاجه مسجله بتبقى ماكسيمم يعني نحط 20 دقيقه بالنسبه للجلسه مع احترامي لما تيجي تقول لحضرتك هتقعد طالب انا دلوقتي بشوف حاجات يعني رهيبه طالب في حضانه عنده 6 ساعات ورا بعض هل متخيل ان في طالب هيقعد هو مش حاجه مثاليه بس المينيمم بيقولوا 5 يعني ساعه ونص ساعتين بكتير بعد كده هيفقد تركيزك ظهرك المشكله هيبقى فيه مشاكل يعني بس الساعات الطويله دي ما يصحش لازم يبقى فيه بريك لان القعده نفسها احنا كنا بنعتمد واحنا بنتكلم على ليرنينج ستايل مختلف على الاوديو على الحركي احنا كل ده بداوا كمان عايزين يفعلوا هذا الانماط الطالب قاعد كده فدي مشكله في تساؤلات تانية تطبيق على البابلت أنا طبعا نفسي اليوم التدريبي 6 ساعات لا ما فيش يوم تدريب 6 ساعات ده صعب جدا دكتور أيمن وهقول لحضرتك بخبرة في التدريب احنا ابتدينا 4 ساعات لأن الموضوع صعب جدا بدأنا 3 ساعات بقينا مختصر 3 ساعات لان فعلا يقدر يستوعب 3 ساعات اكتر من كده بيبقى صعب وتاني حاجه لازم ندي بريك زي ما الدكتوره مروه قالت دي حقيقه بصراحه سعيده يعني في تعليقات تانية اعدادات الزوم طبعا اتمنى اكون في ورشه مع حضراتكم مع اعدادات الزوم طبعا ايه الفرق ما بين
كهوت وبرنامج ميك ات. انا مش عارفه البرنامج بصراحه، ما اتعاملتش عليه يعني، انا مش عارفه البرنامج بس انا ممكن اكتبه. انا مش عارفه البرنامج اللي هو قصد حضرتك ما بينه وما بين اللي انا اتعاملت معاه اللي هو الوورد وول. الوورد وول مستو لو انت بتتعاملي مع فئه الطلبه صغيرين شويه فهتلاقي شكل اللعبه زي كاندي كراش، زي فارم هيروز، فالى حد ما واخد الطبع ده، فهو فيها انيميشنز اكتر، جميل جدا يعني. الى جانب فيه القوالب بتاعته احسن من كاوت. دكتور نيفين ستريمينج هاو تو دو ات، الستريمينج سواء حضرتك بتشتغلي على التيمز، التيمز بيبقى حضراتكم بيتعمل على حاجه اسمها الستريمينج، وبعد كده الزوم بيتعمل على الكلاود. هل في امكانيه شرح الزوم من الصفر؟ مش عارفه، بس انا كل اللي عارفاه انها زي بتبقى مجرد يعني الورش داخل. طبعا دكتور محمد قال لي ان هي ورش تعريفيه، مش يعني انا اتمنى والله وحضراتكم يعني شرف على راسي ان حضراتكم ابتدي مع حضراتكم من اي حاجه. دايما انا بقول البدايه تتملك بس ابلكيشن واحد، تطبيق، وتقدر حضرتك تطوعه اكتر مما تتخيل. انا بشكر حضرتك دكتوره مروه، انا بشكركم جزيلا وباسفه جدا جدا على الاطاله. ورشه ربنا يخليك دكتور سعيد، انا اللي بشكر حضرتك وبشكر دكتور محمد على تعبه. وانا هبعت دكتور ايمن، انا هبعت لحضرتك يعني لو تسيب الايميل للدكتور محمد انا هبعت لحضرتك. انا هكتب لحضرتك بس حاجه صغيره كده. انا بشكر حضرتك جدا دكتور رشا. في حاجه هنعملها، في تقييم في اخر الورشه، اي ماتيريال للدكتوره رشا هتبعتها لكل الناس اللي بتسجل في التقييم ده هيتم ارسال الماتيريال على الايميل الخاص بالنظر. دايما بحب اسيبها باخر ورشه، دايما احط ليرنينج مومنت، فدايما احب دايما اكتر ما يعني حاجه عجبت حضراتكم النهارده يا ريت بس كومنت على الشات ليكم، مش تقييم ليا ولا اي حاجه يعني. طبعا حضراتكم اساتذتي وانا بتعلم من حضراتكم، بس ايه اكتر حاجه احنا يعني خدتوا من وقتكم والله النهارده، وانا صعبان عليا في يوم جمعه اخد وقت، ايه اكتر حاجه ممكن تكون فادت حضراتكم النهارده واكتر حاجه عجبت حضراتكم النهارده؟ لو على الزوم شات هبقى سعيده، هبقى شرف ليا ان حضراتكم موجودين النهارده. دايما اقول انا اجمل ما اتعلمت اليوم ان انا تعرفت بمجموعه متنوعه ومجموعه ونخبه من افضل المعلمين واعضاء التدريس رائعين، مشاركات رائعه جدا، واسئله تنم على حبنا للعلم وحبنا ان احنا عايزين نخلي التدريس بشكل افضل، وهو ده اللي احنا كلنا على فكره ما فيش حد عايز يقصر في العمليه التعليميه والله، كلنا عايزين ندي احسن حاجه، بس المشكله ازاي اوصل، هي دي how to teach. الاستراتيجي is very very important. التطبيق لو حضرتك جبت تطبيق وانسان قاعد مش هيعمل حاجه، في الاول وفي الاخر التكنولوجيا وسيله، الاول في الاساس هو المعلم، هو كل العمليه، هو محور العمليه التعليميه، حضرتك اللي تقدر تطوع التكنولوجيا وتوصل المعلومه بشكل افضل. سعداء بحضراتكم و جميل جدا التعامل الجميل، وبشكر حضرتك وبشكر كل انا بشكرك. انا بستأذن حضرتك يا دكتور رشا، معلش انا بوجه الشكر والتقدير لحضرتك جدا، وبوجه شكر وتقدير لكل الحضور الكرام النهارده. في بعض الحاجات الماتيريال الاضافيه اللي ممكن تساعد معانا، انا بطلب من حضرتك اول حاجه ان احنا عندنا في تقييم خاص بالنسبه للورشه الحاليه، هو مش تقييم الدكتور رشا بس هو تقييم الخدمات اللي احنا بنقدمها، بحيث ان احنا نقدر نساعد في تطوير المجال اللي احنا شغالين فيه ده. وهبعت لكم اللينك، ويا ريت كل الحضور الكرام اللي موجودين يسجلوا في الورق، يسجلوا التقييم، بحيث ان الدكتور رشا بمجرد ما تبعت لي الماتيريال او تبعت لي اي محتوى اقدر اشيره معاكم، اقدر اشيره ان شاء الله وابعته لكل الحضور الكرام. وده هو الرابط الخاص بعمليه التقييم. تاني حاجه، في ناس بتسالنا عن الورشه ودخلت متاخره عن الورشه بتقول الورشه فاتت منها، لا مفيش اي حاجه، مشكله عندنا كل الورش بيتم تسجيلها، وعندنا قناه، يا ريت كل واحد فيكم من الحضور يعمل سبسكرايب على القناه بحيث ان احنا نعرف يعني نتابع كل اللي احنا بنعمله. في حاجات ورش بنعملها باللغه العربيه، وفي مؤتمرات، وفي ورش بنعملها باللغه الانجليزيه، بحيث ان احنا بنساعد في مجال تكنولوجيا التعليم، وكل ده بالمجان. كمان بالاضافه ان انا هطلب من حضراتكم طلب اضافي، ان لو في حد من الحضور الكرام
شايف ان هو يقدر يساعد في مجال تكنولوجيا التعليم، ونقدر نساعد بعض، ونقدر نفعل دور التعاون. احنا كل اللي احنا بنعمله ان احنا قاعدين بنعلم بعض وبنساعد بعض، كل ده فور فري. الدكتوره رشا متطوله بوقتها، وحضراتكم متكرمين ان احنا موجودين معانا في وقتكم. احنا كل غرضنا ان احنا نساعد بعض ونتعلم من بعض. فده الرابط الخاص بالورش، بحيث ان انت لو عندك مقترح ورشه بحيث نقدر نتفاعل مع بعض ونتعامل مع بعض. وكمان لو انتوا عاوزين تشوفوا اي حاجات احنا بنعملها على الفيسبوك من الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها في الفيسبوك بتاع ايميرج افريكا، ده لينا جروب خاص بالنسبه لنا على الفيسبوك اهو. يا واحده بننشر عليه ابحاث، بننشر عليه مجموعه، هو كوميونتي خاص من الناس المتخصصه في مجال تكنولوجيا التعليم. يعني احنا غرضنا ان احنا بنساعد بعض، ولو في اي حد عنده اي توجه او اي حاجه محتاجها في مجال تكنولوجيا التعليم، او محتاج ان هو يتواصل معايا بصفه شخصيه، اظن الميل بتاعي متاح معاكم جميعا. وكمان اضافه ادي الرقم الشخصي بتاعي، يعني ده في مجال تخصص تكنولوجيا التعليم. على الواتساب ممكن نتفاعل مع بعض ان شاء الله. تمام، ادي الرقم. وفي اي حاجه احنا بنوجه الشكر والتقدير اولا واخيرا للدكتوره رشا وحضراتكم جميعا على يعني وجودكم معانا، وبنحمد ربنا جميعا ان احنا كلنا بنتعلم من بعض. ولو في اي حد عاوز اي استفسار او اي سؤال ممكن يرفع ايده ويتفضل، المايك موجوده معاه. قبل ما نقفل احنا معانا 5 دقايق اظن. ممكن لينك التقييم تاني مره هبعته لحضرتك، لينك التقييم دي واحده. ده حضراتكم برضو الايميل لو في اي تساؤل، انا تحت امر حضراتكم، ده الرقم الموجود. اي تساؤل، انا سعيده جدا دكتور محمد تعبت حضرتك معانا. لا 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 دكتور، احنا متابعين حضرتك معانا، وربنا دايما نكون بنعمل حاجه نساعد بعض، ولان احنا اهم حاجه هي ان احنا نطلع جيل مفكر باستخدام التكنولوجيا. الجيل مش هيطلع بالتكنولوجيا فقط، الجيل هيطلع بينا. التكنولوجيا هي تولز، رغم ان انا تكنولوجيا تعليم، بس انا ستيل التكنولوجيا هي تولز فقط. احنا اللي هنطوعها، انا اللي هعرف اتحكم فيها. حضراتكم معلمين منذ القدم، ومفيش حد وكلنا بنشتغل. التكنولوجيا هي بتساعدني ان انا اوصل المعلومه بشكل افضل، فهي دي نقطه مهمه جدا. انا حبيت النهارده في ضمن مش هقعد اقول استراتيجيه وهقعد، ممكن نفسي ممكن النهارده انا كنت ادي، انا كان اول مقترح ليا هو الاوجمانتد رياليتي، بعد كده قلت لا انا عايزه ادي حاجه بسيطه، عايزه ادي حاجه كاني انا رشا كنت بدرس، ومحتاجه ادي اشوف الدنيا هتمشي ازاي، او ايه اللي ممكن نساعد بيه بعض عشان ولادنا وهم قاعدين في هذا الظرف، ويا رب يرفع هذا البلاء عن جميع الناس وعن مصر وعن الامه العربيه كلها والعالم الاسلامي يا رب كله. احنا بنتمنى ان احنا هذا البلاء يعني يرفع عنا. فكان فعلا ده الهدف، مش الهدف ان احنا عايزين نخش من الحاجه البسيطه نبدا نفعلها بشكل بسيط بتطبيقات بسيطه، نخلي التعليم مور انتراكتيف اكتر وفي تفاعليه، واقدر الطالب يبقى مستمتع متعه التعلم، مش قاعد مجرد ان هو بياخد اتندنس وقافل المايك وبس. لا، دي نقطه صعبه جدا، وانا لما بشوفها ببقى زعلانه. بشكر حضرتك دكتور محمد جدا جدا، وتعبت حضرتك. انا بشكر حضرتك جدا دكتور رشا، ويا ريت يا جماعه لو في حد من الحضور الكرام حابب ان هو يشارك ورشه يتواصل معايا مباشره، وده بعت الفورم اللي هي بتاعه الورش. وفي حاجه كمان اضافيه، انا يعني ان شاء الله ان شاء الله احنا بنفكر نعمل شهادات، بس مش المبدا الاساسي عندنا ان احنا بنعمل شهادات. احنا الغرض الاساسي ان احنا بنتعلم من بعض، لان مش هديك على كل ساعه شهاده. يعني احنا بندي دورات تدريبيه، فعاوزين الكونسبت بتاعنا يتغير ان احنا بنتعلم معلومات اضافيه. لو في حد من الحضور الكرام عنده اي سؤال او اي استفسار او اي تعليق، ممكن المايك مفتوح. اتفضلوا يعرف نفسه ويتكلم. اتفضل. السلام عليكم دكتور محمد. عليكم السلام دكتوره مروه، اتفضلي. يعني طبعا بحب اشكر حضرتك جدا جدا على المجهود الرائع والمنظم الحقيقه، سواء من حضرتك او من دكتوره رشا، عرض اكتر من رائع. فيعني كل التحيه لمجهود حضراتكم الكبير.
الحقيقة يعني ورشة النهاردة أولا هي مجازة ومركزة ومنظمة، فيعني بشكر حضراتكم جدا. سمح أنا هاخد حضرتك من الكلمة الأخيرة لدكتور رشا قالتها، يمكن فعلا كتر التطبيقات الكتير الإلكترونية اللي طالعة دلوقتي احنا حتى مش ملاحقين نعرفها ونتعلمها، لكن يعني الحمد لله ان احنا عندنا الشغف نتعلمها طول الوقت. فلو يعني وقت دكتور رشا يسمح وفعلا تقدر تعمل ورشة في الواقع المعزز، لأن الحقيقة الموضوع ده واسع وكبير وتطبيقاته ملهاش نهاية، وكل ما نحاول نحط إيدينا على حاجة نقدر نستخدمها تكون يعني بسيطة شوية للناس اللي مش متخصصة في التكنولوجيا يمكن في صعوبة شوية لحد دلوقتي. فلو وقت حد يعني وقتها يسمح يبقى في ورشة قادمة زي كده يا ريت يعني بعد إذنكم، وشكرا جزيلا لحضراتكم ولمجهودكم الكبير. وانا انا مش هقدر اجاوب على النقطه دي. الدكتور رشا موجوده، احنا لنا الشرف ان الدكتور رشا تكون موجوده معانا على طول. يعني احنا يعني الدكتور رشا متطوع بوقتها يا جماعه، انا المتطوع بوقته انا ما اقدرش اكبر عليه، يعني احنا كلنا متطوعين وبنعمل كمبادره تطوعيه بحيث ان احنا بنقدم محتوى باللغه العربي في مجال تكنولوجيا التعليم على الانترنت حاجه تكون كويسه. فلو الدكتوره رشا عندها وقت متاح في اقرب وقت احنا يعني تحت امرك، انا الجامعه في جنوب افريقيا متاحه ليا ان انا اقدر اعمل لو كل يوم ورشه، لو في حد متاح وقاعد يتدرب ببلاش او متطوع، هي دي الفكره يعني ان احنا بنعمل حاجه تطوعيه يبقى احنا لنا الشرف. دكتور رشا طبعا انا كان نفسي طبعا، بس والله انا اول ما هيبقى طبعا هو الدكتور محمد مش هقول لحضراتكم كان مكلمني على الورشه دي من شهر كام، بس اول ما خلصت الترم وخلصت سلمت الامتحانات بتاعتي، لان احنا بنمتحن اونلاين مع الطلبه بتوعي، فعلى طول قلت انا لازم ابقى عندي الورشه دي. فانا والله يا دكتوره مروه اول ميعاد والله انا فعلا ان شاء الله باذن الله هكون هاخد هذه الدوره، ده تحت امرك يعني، شرف ليا شرف ليا خلاص دكتوره. احنا خدنا وعد من دكتور رشا وانا اللي هزلنا عليها، ما تخافوش يا جماعه انا اللي هقدر ان شاء الله. معانا الدكتور ايمن، اتفضل دكتور ايمن. شكرا لك دكتور محمد، شكرا لك دكتوره رشا على المعلومات القيمه واللي تميزت بانها سهل ممتنع، وهذا يعني ما حد او مش سهل انه اي انسان يقدر يمتلكه. لفت نظري يعني الاستراتيجيات الالكترونيه والتطبيقات المختلفه عليها، وهذا اللي هو الشيء المهم، كيف ان نستخدم التطبيقات المختلفه لكل استراتيجيه الكترونيه تعليميه. وبتصور هذا يعني كان اعطيتنا انت عده اوبشنز لكل استراتيجيه، وهذا بحد ذاته له قيمه كبيره ان شاء الله، بحيث انه المدربين او المعلمين بيقدروا يعني يتعلموا يجربوا اكثر من اوبشن في كل استراتيجيه من الاستراتيجيات. شكرا لك دكتور رشا. انا بشكر حضرتك دكتور ايمن، سعيده لتعليق حضرتك وربنا يكرمك، يعني مرسي جدا لحضرتك. الله يخليك. الله يعطيك العافيه دكتور ايمن. لو في اي حد من حضور الكرام تاني ممكن يرفع ايده، اتفضل. طيب انا في ختام الورشه ان شاء الله بتوجه بخلص الشكر والتقدير للدكتوره رشا. شكرا جدا للدكتور رشا على الورشه الجميله جدا جدا اللي انا حتى انا استفدت منها جدا، ويعني شكرا ليكي وشكرا لكل الحضور الكرام. ان شاء الله ان شاء الله يعني نلتقي على ورش قادمه جديده، ولو في اي حد عنده اي كومنت او اي تعليق او اي حاجه انا موجود معاكم ان شاء الله، وده الواتساب انا الرقم بتاعي انا شيرته مع حضراتكم، واليميل الشخصي اظن موجود معاكم، وكمان ايميرج افريكا لو حضراتكم دورتوا على الحاجات هتلاقوا ايميلاتنا موجوده، واحنا متاحين لاي حاجه في مجال التخصص اللي بنشتغل فيه في مجال تكنولوجيا التعليم. وان شاء الله ان شاء الله يوم 19 هيكون معانا ورشه جميله جدا عن الموك وهننشر عنها، وهي موجوده على الموقع باللغه العربيه، وان شاء الله نرحب يعني نتشرف بحضراتكم. هذا رقم تاني اهو الرقم الشخصي، ونشوفكم ان شاء الله في ورش جديده في ايمنج باللغه العربيه. وشكرا دكتور رشا، شكرا لحضور الكرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.